الراديو 90-90 هواها مصر. نور من قلبك في الحياة على ناس شبهك وتكملها، لما بنستقوى ببعضينا مشاكلنا بتخلص بسهولة، سكت كل اللي بيحبطكوا، ضحكك فارغة ومش مقبولة. كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح العسل، وأهلا وسهلا بالمعلمين الرائين في كلام معلمين السبت على الراديو 90-90. أنا بضحك ليه المزيك دي؟ خليني أضحك من غير سبب، عشان لايون كينج وسيمبا والحاجات دي. أنتوا منورين يا معلمين، وكلام معلمين السبت آخر روقان وآخر دلع وحاجة كده، يعني تفرق عن الأسبوع كله، لأن الناس هادية، الناس تقنيصة، مرتاحة كده ومزبطين، وبينهوا الأسبوع دايما في كلام معلمين، لأن احنا موعدنا من الثلاث للسبت، فبننهي دايما السبت مع الناس بتبتدي بقى أسبوعها. احنا بنكون بنقفل الأسبوع بتاعنا وبنرجع تاني نلتقي يوم الثلاثاء. كلام معلمين السبت يرحب بكم. يلا بدأوا بعتوا لنا أساميكم يلا، عشان المعلمين وصلوا على رقم الرسائل بتاعنا 199 أو على صفحتنا على الفيسبوك راديو 90-90، أو متواجدين على تويتر معلمين السبت على راديو 90-90، وإحنا الترند الثالث على مستوى مصر الحمد لله كالعادة. من قبل ما نبدأ ولكن هننطلق إلى الأول على مصر خلال دقائق، وكمان تقدروا تكتبوا لنا أساميكم كمان على إنستغرام الراديو 90-90 ELRADIO 90-90. عندنا ايه النهارده غير الاسامي؟ طبعا عندنا الاهم حاجه النهارده، عندنا الموزع العبقري العالمي بصراحه، يعني الراجل اللي يعني المدرسه الكبيره قوي، الموزع الاستاذ طارق مدكور هيكون معانا. ولما يا جماعه هنقعد نعد مع بعض طارق مدكور وزع ايه من الاغاني، لا لا ده الموضوع كبير، وتقريبا كل الاغاني اللي انتوا بتحبوها ابتداء مثلا من المرياله الكحلي وشجر الليمون، وصولا لمثلا ليا دنيا الواحد لمنير، وصولا لاجمد اغاني الهضبه عمرو دياب، واجمد اغاني انغام وحمائي، يعني في كميه موسيقى وتوزيعات موسيقيه تجنن لهذا الرجل. فالرجل ده النهارده هنحتفل بيه لانه هيشرفنا هنا في الراديو 90-90، ونحتفل بيه احتفال يليق بيه جدا. الاستاذ طارق مدكور الموزع المصري الجدع الجميل اللي كلنا بنحبه هيكون معانا في موسيقى حي 90. كمان هيكون عندنا في الاخر من انت، ومن انت النهارده على طريقه يونس، اختبارات وشخصيتك من خلال اكلتك وحاجات كده دمها خفيف، فجهزوا نفسكم علشان تعرفوا انتوا مين من خلال بتاكلوا محشي ولا ورق محشي كرنب ولا ورق عنب، ولا بتاكلوا مثلا ممبار ولا مكرونه بشاميل، كل ده هنعرفه، ولكن ده هيكون في تمام الثانيه صباحا. وجو الضيف الجميل استاذ طارق مدكور هيبقى معانا في موسيقى حي 90 في الساعه الثانيه من الحلقه. اما الساعه الاولى فبتبقى ما بين اساميكم، ما بين جدول الحصص، وما بين الجولة الإخبارية، شوية عناوين كده في السريع بنقولها وإحنا بنقرأ أساميكو يا معلمين. أفكركم حالا تقدروا تبعتوا تاني أساميكو على رقم الرسائل بتاعنا 199 أو على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90، فوق الصفحة فوق 4 مليون، فتدخلوا يلا المهمة القومية بتاعت الفيسبوكين، شير ولايك للبوست وانشر البوست أكتر من مرة، والشير ممكن يتعمل، ممكن تعمله 20,000 مرة يا عم، أعمل شير ووصل للناس اللي لسه ما تابعوش كلام معلمين وصلهم يونس فين. التويتريين المهمة القومية بتاعتكو كالعادة الوصول بالترند الأول، وبنكتب دايما أنا بسمع يونس في كلام معلمين على الراديو 90-90 من هنا، وبتكتب الويب سايت بتاعت راديو 90-90 www.9090.fm. تاني بنكتب أنا بسمع يونس كلام معلمين على الراديو 90-90 من هنا www.9090.fm. خلينا نقول بكرة، خلينا نقول حاجة مهمة، درجات الحرارة خلوا بالكم، الأرصاد بيقولوا أن في انخفاض ملحوظ هيحصل شوية في درجات الحرارة، فمثلا درجة الحرارة في القاهرة هتبقى بالنهار 24 وبالليل 15، اسكندرية 22-14، مطروح 22-11، بورسعيد 21-15، سويس 25-14، الغردقة 29-18، شرم الشيخ 28-17، الوادي الجديد 26-12، وقنا 25-14، أسوان 26-15، الأقصر 26-14، وسط الدلتا 24-15، المنيا 24-11، والفيوم 25-12. كلام معلمين على راديو 90-90 هواها مصري مع مؤسسة مصر الخير، دايما مزيكة السبت مختلفة.
ومود مختلف. احنا بنبتدي الجمعة بيبقى فيه حالة من المرقص، لكن السبت هنبدأ بإيه؟ بحار للجامدين أو بلاكتير. إنه مود الروعان في كلام مع المينا، راديو 90 سين مع مؤسسة مصر الخير، من الثلاث للسبت. ولكن السبت ليه مود مختلف. معلمين السبت دول مزاجهم عالي، قال يعني هم مش معلمين السبت، هم معلمين الجمعة، هم الخميس. بالمناسبة الهاشتاج بتاعنا على تويتر دايما بيعمل أزمة. احنا دايما الحمد لله بنبقى ترند على مستوى مصر الأول دايما الحمد لله، فبيفضل ترند لليوم اللي بعده لنص اليوم أو ممكن لقبل الحلقة بساعتين ثلاثة. فالناس تدخل على الهاشتاج تقول لك هو إيه معلمين السبت وإيه الخميس وإيه معلمين الأربع، هو إيه الفرق بين كله؟ ودايما تلاقيهم إخواننا العرب يعني الحقيقة، لأن واضح إن الهاشتاج بينطلق على مستوى الوطن العربي. فلاقي بقى الناس داخلة في حالة تساؤلات، فسيبوا الناس تتساءل وخليهم يجولنا هنا في كلام معلمين على راديو 90 سين. طيب إحنا قبل ما نقرأ الأسامي وقبل ما ندخل في المعمعة يعني عايزين نقول حاجة قلناها قبل كده بس نقولها تاني. مصر الخير عاملة حاجة حلوة قوي، عاملة حاجة اسمها الهدايا بأضعافها. إنك بتبعت، إحنا بنعمل حاجة لطيفة جدا، بنبعت رسالة، الرسالة دي بنكتب فيها كلمة أم أو ماذر على رقم 9597. الرسالة دي بقى معمولة خصيصا لعيد الأم. ليه بقى؟ في كمية غارمات مساجين، والغارمات اللي هم اتدخلت السجن علشان ما معهاش فلوس تدفع، يعني كانت بتستر بنتها فجوزت البنت وبالتقسيط اجهزه بقى وخلافه، فممكن على قسط مثلا واقف عليها ب 100 جنيه ولا 100 وحاجه يعني تقوم داخله السجن علشان ما دفعتش. ممكن يكون تكون بسبب انها الزوج متوفى او هي مطلقه فمش عارفه تصرف على البيت فاستلفت فما فيش، ما عرفتش تسدد فدخلت السجن. من خلال الرساله بتاعتك دي تخيلوا احنا هنعمل ايه، ربنا هيجعلنا سبب في ايه، ان في امهات هتخرج من السجن، امهات مش مذنبات. ما هو مش بيقول لك ياما في الحبس مظاليم، هم مظاليم فعلا، مظاليم لانها هي ما اذنبتش، هي كانت بتاكل عيش وبتستر بناتها واتسجنت علشان ما معهاش فلوس. فبالرساله بتاعتك على رسالتي على رسالتك على رساله فلان على رساله علان هنساهم في فك كرب امهات في عيد الام، في الايام الجميله اللي كل واحد بيبقى مش عارف يفرح مامته ازاي. اهو يا عم اهو يا عم، ممكن بالرساله اللي انت او انا وانت نبعتها هنفك باذن الله كرب الغارمات وهيخرجوا من السجون. بنعمل ايه؟ بنبعت رساله على رقم 9597 وبنكتب في رساله كلمه ام الف ميم او ماذر ام او تي اتش اي ار. تمام، هيدخل في ايه الرساله دي؟ كمان الرساله دي هتدخل في تجهيز عرايس مع الايام الحلوه، ايام شهر مارس شهر الام، ممكن تكون سبب في انك جنيه منك على جنيه مني على جنيه مش عارف من مين على علان على نجهز عرايس. يبقى بنتكلم في غريمات وبنتكلم في العرايس عشان الام يعني والبنات وخلافه. يلا انا هبعت والله، يلا كله يبعت معايا دلوقتي، بس عشان تبقى عارف قيمه رساله بتكون بخمسة جنيه بتروح لصالح فك كرب الغريمات اليومين دول بالذات وموضوع تجهيز العرايس. نفسك تكون سبب، ربنا جعلك سبب في انك تجهز عروسة غير قادرة، تكون سبب في خروج ام مسكينة دخلت السجن بدون اي جريمة ارتكبتها، كل اللي عملته انها كانت بس عايزة تاكل عيش وتأكل ولادها وتستر بناتها. يبقى يلا كلنا نبعت اهو، انا الرقم كام؟ يلا طلع موبايلك حالا وانا بكلمك، وعلى رقم 9597 وتكتب بالعربي الف ميم ام يعني او ماذر ام او تي اتش اي ار. يلا اهو 9597 سند. يلا انا هبعت كمان واحدة، عملت واحدة بالعربي ونبعت ما انا معاكم دلوقتي تاني ام او تي اتش اي ار سند. شوفوا بقى يعني تاني، دايما عمل الخير فيه حاجة حلوة جدا، لا انت بتبقى عارف انت عملت ده لمين ولا اللي جاله المساعدة عارف جات له من مين، لكن احنا بنتاجر مع ربنا. يعني التجارة في الحالة اللي زي كده الواحد تجارته مع ربنا سبحانه وتعالى، يعني انت عملت وانا عملت، ولكن اللي فوق بقى هو اللي بيوفق بقى. ففي يوم كده نقابل رب كريم كلنا ان شاء الله يكون ميزان حسناتك وحسناتك بتتضاعف زي الجبال وانت مش عارف ليه. لا اصل انت ساهمت في خروج ام مسكينه من سجن، انت ساهمت في انك بنيت اسره. يعني ايه بنيت اسره؟ انت ساهمت في تجهيز عروسه فالعروسه اتجوزت وفي بيت اتفتح وفي اسره اتكونت وخلفت فتكون تخيل انت سبب في ده. بفكركم تاني تعمل ايه؟ بتبعت رساله على رقم رسائل 9597 ده الرقم الخاص مؤسسة مصر الخير، بتبعت على رقم كام؟ 9597 وتكتب فيها كلمة أم أو ماذر. يلا يا شباب يلا، احنا بنبعت في حاجات كتير جدا وبنشترك في حاجات، فمن ضمن الحاجات اللي بنشترك فيها نعمل الخير ده كمان. يلا بينا نقرأ جولة من الأسامي المعلمين على رقم الرسائل بتاعنا بقى 199 ونشوف مين بعت لنا.
الاء خالد ونهى سلمان. ازيك يا يونس؟ انا حريف المعلمين نور حريف. ميدو الكبير الاصلي صبح لي على مياده، يا رب الصباح او السلام يكون وصل يا ميدو. في كمان نهى سلمان، نهى سلمان منتشر النهارده. طارق الرخم دايما بيقول لي ببعت وما بتقراش اسمي. والله يا طارق انا اللي بيجي قدامي بقراه. فاطمة رأفت وأمل أوسكر المعلمين منورانا. مساء العسل عليك يا يونس، مساء الجمال. حلوة الأغنيتين اللي بدأت بيهم النهاردة، هو ده مود السبت فعلا. لا واللي جاي أحلى كمان، يعني حلوة كمان، يعني كل الأغاني جميلة. أدعو لبابا بالرحمة، توفي من تليفون آخره 2-4، رحمة الله عليه، ربنا يرحمه يا رب ويسكنه فسيح جناته ويصبركم يا رب. في كمان عاوز أسمع حاجة المسار إجباري. حاضر، ده من عمر. ماشي عمر، تحت أمرك. في كمان مين معانا على الأس أم أس 199؟ ألاء خالد وداليا. معلش يا داليا والله رسائل كتير، اي حد بيقع منا اسمه يا جماعه والله العظيم مش مقصوده، انا اسف اسف اسف. كريم جمال ورضوى الجندي وسلمى سوسكا وكمان محمد شارو مرعب المعلمين واسماء لمبه المعلمين. مفيش النهارده الملف، لا الملف يا جماعه بيبقى اسبوع واسبوع، ما بيبقاش كل اسبوع. مره بيبقى موسيقى حي 90 ومعاها هيبقى من انت اللي هي الاختبارات النفسيه دي، ومره بيبقى دكتور هاشم، والختام بيبقى الملف او ملفات سريه تحديدا. بصلاته على النبي. لا ده حد كان باعت لزميلي محمود السعيد ورساله جت متاخره، توصل له يا باشا. في كمان مساء الانوار، اصاله مجنونه يونس من ورق اصاله. انا سعيد جدا ان طارق مدكور هيبقى موجود في البرنامج النهارده، الراجل ده فعلا عبقري. انا بصيت بس على كميه الاغاني اللي هو موزعها لما انت قلت، مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي، واجمد حاجات عملها الهضبه من توزيع طارق مدكور. احسنت في انك دورت وذاكرت كده عشان تبقى مركز معانا في الحلقه. صباح العنب يا يونس من مش عارف مين، بس بيقول مبسوط بالاوتوجراف، تحت امرك يا فندم. سامح فون وعبدو زوام وريهام سكرة المعلمين، وصباح الخير ندى ورضوى نجمة المعلمين. من الاخبار اللي معانا، في خبر بيقول القضاء الاداري يلزم رؤساء الجامعات بتوفير العلاج المجاني للطلبه. النهارده نقابه الاطباء اعلنت ان محكمه القضاء الاداري في اسكندريه الزمت كل رؤساء الجامعات بتوفير، مش يعني بيتكلم هو في اسكندريه بس، بيتكلم على كل رؤساء الجامعات المصريه، بتوفير العلاج المجاني لطلاب الجامعات. المحكمه قالت ان علاج طلاب الجامعات على نفقه الجامعه من حق الطالب لانه موجود في القانون ومش منحه حد بيتفضل بيها عليهم. والزمت المحكمه رئيس جامعه دمنهور بتحمل تكاليف علاج احدى الطالبات بكلية الاداب طول مدة دراستها في الجامعة. هو الحاجات دي بتبقى سقطت سهوا قبل كده يعني؟ طب كان فين ده قبل كده يعني؟ طيب خلينا في اللي جاي وخلينا في المستقبل عشان ما نبقاش ناس متشائمة يعني. طيب ناخد اسامي الانستجراماويين، يلا بينا الانستجراماويين. ركا بكالوزة المعلمين، ابراهيم الشيمي والمعلم فيثاغورس الصاوي والمعلم باجو، شيرين سرحان اي واي اس وحمزة فرانك القهوة، والمعلم احمد عفروتو واحمد عشماوي سوفتاجي المعلمين، واحمد ايهاب ومحسن مذيع المعلمين، والمعلم محمود اسامه والمعلمه كوكي، وانوشكا فيلسوفه المعلمين، وهيما الاهلاوي، واسراء محمد، ورانا مجنونه المعلمين اي واي اس، وخليل زين، وميدو عفريت المعلمين، وفاكي سمير ومنوره فاكي اي واي اس برضو، بيرو زملكاويه المعلمين، وجهاد جوجو، والمعلم جرجس ميجا، وهبه عنيده المعلمين، محمد ريحان، منى سندريلا المعلمين، ايه اعلاميه المعلمين، احمد فؤاد زرزور المعلمين والمعلمه ريمو وحسن كيشا المعلمين، ومنس معلويه المعلمين، وهند كوريه المعلمين، خوخه اعلاميه المعلمين، وايا سيد دكتور المعلمين، ومحمد مرسي. شكرا مريم اللي جمعت لنا الاسامي. هنسمع حاجه ونرجع تاني علشان ناخد بقى. احنا كده قرينا الرسائل 199 وقرينا الانستجرام الراديو 99، عندنا بقى جوله اسامي اخرى واخبار كمان من على الفيسبوك. يلا المهم القوميه، الشير ولايك للبوست يا جماعه في كل مكان، من على صفحتنا الراديو 99 واكتب اسمك علشان نقراه، وكمان على تويتر معلمين السبت على الراديو 99. افتتاح اول معرض كتاب بالبحيره يوم الخميس الجاي. يوم الخميس الجاي هيتم افتتاح اول معرض للكتاب، يقام في دمنهور في البحيره برعايه وزير الثقافه حلمي النمنم ورئيس هيئة الكتاب دكتور هيثم الحاج علي. والمعرض هيقام من 10 ل 19 مارس في مكتبة دمنهور العامة، وتم اختيار شخصية الأديب الراحل جمال الغيطاني علشان يكون شخصية المعرض ده، بيعتبر استكمالا لمعرض الكتاب الأصلي. معرض الكتاب اللي فات في القاهرة كمان زي ما احنا عارفين كان مختار شخصية جمال الغيطاني رحمة الله عليه كشخصية المعرض السنة دي. يبقى أهالي البحيرة الكرام عندكم معرض للكتاب هيبدأ من يوم الخميس الجاي وهيستمر اليوم 19 مارس، مقره في مكتبة دمنهور العامة. حاجة حلوة جدا، وعايزين معارض كتاب بجد في كل محافظات مصر إن شاء الله في الفترة اللي جاية.
عسيلي ولد رسام. نسمعه ونرجع تاني في كلام مع المين على راديو 90 هواها مصري. يلا بعتولنا شوية أسامي كمان على الفيسبوك راديو 90 وعلى الهاشتاج بتاعنا على تويتر مع المين السبت على راديو 90. وفكركم ضيفنا النهاردة الموزع العبقري طريق مدكور هيكون معنا على الهواء في الساعة الثانية. كلام معلمين على راديو 90 هو مصري. مبدع عسيلي دايما حتى في كلمات اغانيه وحتى في الالحان والمود مختلف. وعسيلي وبشرة لما بيجمعوا مع بعض لازم الدنيا تكون حلوة قوي الحقيقه. طيب لسه مكملين وخلينا نقول مصفف شعر سويسري يؤمن على يديه. كل واحد في الفن عموما وحول العالم كل واحد بيأمن على حاجه في منطقه معينه. خلينا نقول ان هو بيشتغل كوافير في سويسرا وقرر انه يؤمن على ايديه ب 750 الف دولار وقال ان ايديه هي راس ماله وخايف يتعرض لاي حادث يخليه ما يقدرش يعمل شغله المصدر الوحيد اللي بيجيب له فلوس. والزباين لما عرفوا انه يؤمن على ايديه فرحوا جدا وحسوا ان قد ايه ان هو مهتم بشغله وانه ماهر جدا فيه. الكوافير السويسري قال ان الفكره جات له من لعيبه كره القدم اللي بيأمنوا على رجليهم وعرضات الأزياء اللي بيأمنوا على حاجات تانية يعني. وبقى هو أول واحد في سويسرا يؤمن على إيديه. عندنا في مصر ناس مأمنة على حاجات كتير الحقيقة. محدش سأمين مين ولا إيه. عمر خيرت بقى يلا قضية حمد. إنه كلام معلمين. إنه يوم الروقان يوم السبت. كلام معلمين على راديو 90 وهنقرأ بقى شوية أسامي. يلا يا فيسبوكين نبدأ معاكو واكتبوا أساميكو على لا 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 لا. طب نبدأ بالتويترين عشان الصفحة نجد فجأة. نبدأ بالتويترين واكتبوا أساميكم يلا على الهاشتاج بتاعنا على تويتر معلمين السبت على راديو 90. يلا بينا. شكرا يوستينا بداية موفقة إن شاء الله. مريم أبريقة المعلمين. شروق إمام. شهناوي المعلمين. منى أهلاوية المعلمين. بلال محمد ومنى سندريلا المعلمين وأرانشا ياسر وفيكي سمير ومدفع رمضان المعلمين وجمعوية المعلمين وعبدالله سمارت فون المعلمين سنابل سنبولة المعلمين وجامي وحاسب المعلمين. أنا مش سامعني. أنا مش سامع. أيوة كده. عبد الرحمن العطايفي ونردين جمال وسوسكا سمير وزيتونة وشيمو أحمد والشيزوفرينيا المعلمين جهاد عبد العزيز ورانا مجنونة وأحمد عويس والمعلمة نيفين وسمسمة المعلمين وأحمد إيهاب وآية سكريت المعلمين وميرنا عمارة وجرجس ميجا ومريم أشرف أرنوبة المعلمين ريهام توتة المعلمين سارة شريف وفوقي منشكح المعلمين ندى باسم يونس وميوش مهندسة المعلمين ومحمد شطرنجاوي المعلمين معلم أحمد رانيا رنوشة المعلمين وأكرم نبيل وسمسمة أزهرية المعلمين وهبة حسن وإزراء إزراء حسين ومشكلة المعلمين وأهلاوي المعلمين ومحمود الزيات وأحمد باشا وأمريكانية المعلمين تلميذة المعلمين ومصطفى حنوسة المعلمين ومحسن مزيع المعلمين. ونهاردة عيد ميلاد محسن كمان. يا محسن عيد ميلاد سعيد يا حبيبي. والمعلم لكلوك ونهاردة عيد ميلاده. يا لكليكو عيد ميلاد سعيد يا لكليكو. نروح على الهاشتاج ونقرأ كمان شوية نساعد كده يوستينا. يلا بينا. كبابجي المعلمين ومعايز سعيد وهاني رمضان ومن أيضا هاني رمضان وصابرين أحمد ولولو حنكش فنكش ويونس مثل جمال من ريماد آية الشرباجي والمعلم يدو سيد عواد وهاني وفرفوش القهوة وشهاب الدين ومحمد صلاح وألاء وجيه وكمان آية الشرباجي وإسلام ميكس ومعلم كركدي ونسرين وسارة وأهلاوي وسنون وريتويت. حد اسمه ريتويت اجمل تغريدات. لا ده حد بيريتويت مع نفسه. وتيمورية المعلمين ولسه بنقرأ من على الهاشتاج مصطفى رفعت منور يا درش وسارة الشريف اي واي اس وعلامية المعلمين والمعلم محمد وحدوتة افندي منور يا حدوتة افندي ونسمة محمد وألاء مترجمة المعلمين ومين كمان مين المعلم محمد وأطقوطة المعلمين ونسرين الجندي وشيماء سمير وأحمد المغربي و و و و و و و أس أس أو أس أو دبل أس وسارة الشريف وكمان ده أسامي مكررة. عايزين ناخد أسامي مش مكررة. بنقرأ من على الهاشتاج بتاعنا. يلا اكتب اسمك بسرعة على الهاشتاج بتاعنا معلمين السبت على راديو 90. دنيا ورهام رغاية المعلمين وألاء المترجمة ومحمد أوثو أو أوثيو أو أوزيو زي ما تحب نقولها وآية جمال وغدير محمد وجيسي أنتيكا ومين معانا برضو على التويتر فيلسوف المعلمين والمعلمة أسو مياد عادل إيواي أس ومين أيضا دنيا وعشقة دباديب واما دباديب مرنا صابر سيكولوجية المعلمين عبدالله سمارت فون المعلمين وقبل سيو
وبس كده نكتفي بقى ونروح ناخد انا هنا يا كركدي. والله قريته حنوسه وتيموريه ونسرين والمش محاسب وروهام وميرنا صابر واللي ما لحقش يسمع اسمه بقى يسمعه في جوله الفيسبوك على الراديو 9090. يلا اللي ما لحقش في الهاشتاج بتاعنا يدخل, وفي مهجه المعلمين ظهرت, وليد المعلمين ظهر برضو, يدخل على صفحتنا الراديو 9090 على الفيسبوك ويكتب اسمه عشان هنقرا طاقم من الاسامي الفيسبوكيه. في ناس بدات تبعت تشارك في موضوع التامين على الـ على على الايدين والحاجات دي. طب انت لو قالوا لك, يعني لو عرضوا عليك تامن يعني مثلا شعرك ودنك, عايز اجابات وعايز اجابات تتقال على الهوا, مش عايز اجابات ما ينفعش تتقال. ها ها, واخد لي بالك انت وهي وهو, يعني لو عرضوا عليك انت موهوب في ايه فتامن على ايه؟ يعني هي في ناس بيامنوا على ايديها, وفي ناس بيامنوا على رجليها, وفي ناس يامنوا على لسانها, وفي ناس يامنوا على حنجرتها, فانت ايه اللي ممكن وفي ناس يعني موضوع الرجلين والشوطة الكوره ده منتشر يعني, فعايزين اجابات ينفع نقراها. ها انا بقول متفقين, لو اتقال لك هتامن بمبلغ ما وحاجه انت موهوب فيها يعني, يعني ممكن تامن على مخك, على دماغك العبقريه يعني, كل واحد حسب ما يشوف يعني, او على كرشك يعني, خلينا نخرج بره الصندوق برضو يعني. فممكن تامن على ايه؟ ولو حابب تقول ليه مفيش مشاكل, مش حابب خلاص يعني, وخلينا متفقين تاني, انا هقرا الحاجات اللي ينفع تتقري على الهواء. تمام, تعرف كم؟ تعرف كم؟ تعرف كم كركشن؟ اللقاء العبقري بتاع الفنانة فيفي عبده يعني كان منتشر جدا, وهي بتقول للاستاذ وائل الفراشي تعرف كم؟ لا اه, قالت له كم؟ لا اه, قالت له كم مين؟ الا اه. لسه مكملين كلام مع مين على راديو 9090 هواها مصري, ولسه مود السبت المختلف, الموسيقى للموسيقار يحيى خليل حكاوي القهاوي. يلا بينا نعيش ونسمع, ولسه هنقرا اسامي من على صفحتنا على الفيسبوك. كمان لسه مكملين كلام مع معلمين السبت على راديو 9090, وناخد اسامي الفيسبوكيين بقى في اخر جولات اساميكم مع اخر جولاتنا الاخباريه كمان. ولكن في عايزين نقول ان في مهرجان موتوسيكلات بين القاهره واسكندريه لتنشيط السياحه. كان يوم الجمعه اللي خلاص اللي فات يعني, كان في مجموعه من الشباب او الشباب المهتمين بالموتوسيكلات رايدرز ايجيبت نظموا, او هي المفروض ايجيبت رايدرز, نظموا مهرجان للموتوسيكلات بعنوان معا لتنشيط السياحه في حب مصر. التحرك بدا من عند بوابات القاهره ووصلوا اسكندريه وعملوا مسيره على الكورنيش واتجهوا لقصر المنتزه على الموتوسيكلات ورجعوا تاني للقاهره صباح السبت. المهرجان ده كان الغرض منه تنشيط السياحه الداخليه في مصر وارسال رساله للعالم ان مصر بلد امنه. مين معانا, مين معانا من الاسامي الفيسبوكيه؟ يارا ميدو وبوب مارلي المعلمين ومحمد خليفه وكريم حسني ونرمين عصام ونورهان الشافعي وبيبو او بيدو معلم المعلمين والمعلم مزيكا وارانشا ياسر وعمر رمضان ومهندس المعلمين واحسان عامر ومحمد الباز ومصطفى شاي المعلمين وساره محاسبه المعلمين واسراء همسه المعلمين ورادو اسطوره المعلمين هلا هو والمعلم اسلام ابراهيم ومصطفى ضابط المعلمين وبلال نور وامنيه دكتور المعلمين وكريمه السكرتيره ومحمود فرنس المعلمين وموني كوين المعلمين والمعلمه ريمو ومحمد نجم وشوشو اوزعه المعلمين ومنى محمد وفاطمه الصعيدي وسيد مزعج المعلمين وعبد الرحمن عبد الرحمن ايه مش عارف ركب ولا ايه معلمين الاليوبيه وفيلسوف المعلمين ومحمد التلباني واحمد سبايدر ونوبي المعلمين وفي مين كمان غير نوبي المعلمين وزينب صغنطوطة المعلمين واشرف شيكو وفي كمان مهني المعلمين او مهنا او مهني هي مكتوبه بالياء يعني احمد كابتيانو المعلمين صديقي قابلتك امبارح وجوجل المعلمين والمعلمه شوكولاتايا وهايدي عفريتي تيونس وبسمه المعلمين ومدريدي المعلمين وكريم حسني وابو رشاد المعلمين واحمد دوله ومدفع رمضان. نروح على صفحتنا على الفيسبوك, يلا هنقرا شويه اسامي كمان غير الاسراء جمعتهم لنا النهارده على الفيسبوك راديو 9090. يلا انضم لصفحتنا على الفيسبوك راديو 9090 ونورنا واعمل يلا شير للبوست ولايك, انشر كلام معلمين في كل مكان. معنا اسلام صابر ونونا الطيب وياسر مجدي وسولي فراشه القهوه ومحمود عبيد ومصطفى احمد مصطفى اي واي اس ومروان مجدي وفي كمان امنيه حمدي وامال معلمه اطفال معلمه اطفال المعلمين ومصطفى ابو غاني معمارجي المعلمين وصلي على مصطفى اللهم صل على سيدنا محمد يا دعاء. في كمان سو وانوشا انس فوزي معلم المعلمين مش انوشا انت انا يعني انا شيشو ولا انا سيسو ده اللي انت كاتبها ونرمين نرمو وحسام خالد
وفي كمان ده من معلمين الجيزه. عايز اسلم على معلمين الجيزه، في معلمين الجيزه وفي معلمين الجيزه اي واي اس، يعني الاثنين منورين اكيد والله، واسراء ربيع وهايدي خضير. وهم بس بقول الاثنين عشان دول جروب ودول جروب، والاثنين محترمين جدا والاثنين انا بحبهم والله. رباب عز الدين ومحمود عراقي وبسمه جمعه، في كمان يوسف صلاح وعزت، كمان سما حمدي اي واي اس، وندى اسامه، ومحمد عماد نعيم. احنا بنقرأ الاسامي على انغام موسيقى الموسيقار يحيى خليل اللي كان ضيفنا في حلقه من كلام معلمين، واتحفنا مجموعه من المقطوعات الموسيقيه الجميله. وهقول لكم كمان الموزع العبقري طارق مذكور هيتحفنا النهارده بحاجات حلوه هتعجبكم، علشان كاريوكي المعلمين جايب لنا مزازيك بقى من الحاجات الحلوه بتاعته، علشان لما تيجوا تغنوا وتبدعوا تخربوها اكتر ما بنخربها. يوسف سمير وعصام ثروت وارنش ياسر وعبد الرحمن ناصر والمعلم ميلو ماجايفر وثوراجي اي واي اس، عايز يسمع سلاين ديون ماي هارت ويل جو اون نحاول، ويوسف صلاح يو اي وعمر صلاح. في كمان بدأت الناس تقول هتأمن على ايه، ما انا بسأل السؤال هتأمنوا على ايه يا جماعة، هتأمنوا على ايه يا جماعة، هم أمنوا مصفف أمن على ايديه. وبالنسبة للي بيقول تقولت اسم كيم يعني هي كارديشن، ده معروف يا جماعة، في لقاء اتعمل وتقال فيه كاركيشن، فانا احنا بنقلش يعني، انا مش جاهل قوي كده يعني، وحتى لو قلتها يعني لو هي انا بقلدها قالتها غلط مش مطالبة انها تقولها صح عادي يعني. باسم الخطيب ومعلمين الجيزة اي واي اس وعملوا صفحة ليهم، طب تعالوا نقول اسمها علشان ننضم ليها، اسمها بالعربي معلمين الجيزة وجنبها اي واي اس، الصفحة فيها دلوقتي 87 لايكس، بيتهيألي بقى ايه نكبرها بقى معلمين، هم عاملين الجيزة اللي هي عليها نقطتين الجيزت. طيب يلا كلنا ننضم ليها، معلمين الجيزة وبالانجلش جنبها ثلاث حروف اي واي اس كابيتال، انتوا عاملينها صعبة جدا يعني، ربنا يستر والناس تعرف تلاقيها. معلمين الجيزة واللي هي اللي في الاخر عليها نقطتين وجنبيها اي واي اس بالحروف الانجليزية. زي ما بقول لكم هي فيها 87، مش عارف بقى تعرفوا توصلوا لها ولا ايه، ولكن تحاولوا ان شاء الله توصلوا لها عشان هم بيعملوا حملات وحاجات حلوه كتير برضه. في كمان باسم جمعه وعبده فتحي ومحمود بيبو اسامه ويونس المعلمين، علي طارق وفاطمه واحمد ايمن وطه اشرف واحمد ناصر، وبيعجبني الاخبار اللي بتقولوها في الاول، اخبار كده تفرح. حاضر يا فندم يا استاذ احمد. ومعلمه رانيا المكرمله هتامن على لسانها علشان طويل، انت كمان هتامن على ايه؟ قول لنا من وجهه نظرك ايه الحاجه اللي انت شايف ان انت ممكن تامن عليها وتنفع يعني في الايام الحلوه اللي احنا فيها. شوف مين قال هيامن على ايه وفين، يلا بينا. هامن على دماغي باحث في جوجل، هامن على ضوافري من اي شربجي، هامن على النضاره بتاعتي نسمه، هامن على الشاحن فاطمه عدوي، هامن على شعري من نور هيما. طبعا يا يونس انت هتامن على شعرك طبعا طبعا يا جماعه، شويه اللي باقيين لازم نامن عليهم دول كنز نسيبهم يعني، ينفع بذمتكم ينفع يتسابوا كده مش لازم يتامن عليهم. في كمان هامن على في من على امن على لساني عشان عايز اقطع الحقيقه، ولو حد قطعهولي يبقى في لسان بديل. لا هو على فكره يا فندم مش هيجي لك لسان بديل، انت ممكن تاخد فلوس يعني. امن على الطحال ولحمه الراس بتاعتي خيميائي المعلمين. فوقي هيامن على ماما وبابا، ربنا يديهم الصحه يا رب. في كمان ممكن تقول الموضوع بتاع مصر الخير تاني عشان ما لحقتش. طيب احنا بنقول ان مؤسسة مصر الخير عاملة حاجة جد جميلة جدا اسمها الهدية بأضعافها، انت ممكن من خلال رسالة بسيطة بتبعتها على رقم 9597، كامل رقم 9597، يلا كلنا نبعت على 9597 رسالة ونكتب فيها بالعربي كلمة ام الف ميم او mother m-o-t-h-e-r، قيمة الرسالة 5 جنيه. الرسالة دي بتدخل في فك كرب الغارمات السجينات وبتدخل في تجهيز العرائس في الأيام الجميلة أيام الأم، فممكن نعمل حاجات كتير قوي من خلال الرسالة. كامل رقم 9597، بتبعت رسالة على 9597 وتكتب فيها كلمة أم أو mother وتكون عملت حاجة مفيدة وفدت بيها غيرك. مين بقى بيأمن على إيه فين؟ هأمن على جسمي كله عشان الجيم وكده، الحسد كتير يا يونس وانت عارف بقى صبي المعلمين، ماشي يا عم الصحة ربنا يحفظك يا رب. هأمن على شعري وإيدي وإيدي الشمال وعينيا ولساني نيفين. في كمان هأمن على حاسة التذوق علشان دي لو راحت مش هقدر استمتع بالأكل. يا أخي ده الواحد يأمن على كرشه أهم منكم، ده الحقيقة. في كمان هأمن على أسناني داليا،
واضح ان انتوا عايزين تامنوا على حاجات كتير يا جماعه الحقيقه. طب لسه مكملين كلام على مين على راديو 90 90، وعايزين نعرف لسه التامينات ممكن تامنوا على ايه. وجامعه روسيه تبتكر بطاريه نوويه بتشتغل 50 سنه بدون توقف. بطاريه قلم، الباتري الصغيره القلم العاديه، هتشتريها مره ومش هتحتاج تشتريها مره غير بعد 50 سنه تاني. ربنا يديك الصحه وطول العمر. هتفضل شغاله 50 سنه. البطاريه دي ابتكرها مجموعه من العلماء في احدى الجامعات الروسيه، وقالوا انها لما يتم طرحها في السوق هيكون الطلب عليها كبير جدا. تخيل بطاريه تعيش 50 سنه، هتبيعوها بكام بقى وهتنزلوها بكام؟ وهل هتيجي بقى دول العالم العاشر بقى والحاجات دي، ولا على ما تجيلنا هنا هتكون ال50 سنه دي هتبقى تقلب على اللمبه الموفره، يعني اسطوره اللمبه الموفره طبعا، يعني حدث ولا حرج. سؤال بقى، اللمبه الموفره بتعيش عندك في البيت قد ايه؟ اللي هي المفروض تعيش للابد، يعني بتعيش عندك قد ايه في البيت بصراحه؟ يعني اختراع عجيب، اختراع اللمبه الموفره الحقيقه. ولكن في موضوع اللد الجديده دي يعني لا اقوى واحسن، ولكن اللمبه الموفره كانت اسطوره من الاساطير يعني. طيب لسه عايشين في المود ونسمع ايه؟ احنا سمعنا موسيقى يحيى خليل وسمعنا عمر خيرت، تعالوا نسمع ياسر عبد الرحمن مع حفظ الالقاب طبعا، موسيقار ياسر عبد الرحمن، التراك العالمي ليله البيبي دول. هنرجع عشان عندنا لسه جدول حصص، وعندنا هنشوف انتوا موضوع التأمينات ده عامل معاكوا ايه، واللمبة الموفرة اسطورة اللمبة الموفرة اخبارها عندكوا ايه. في يوم هنوصل والفكرة تكبر، ثم احنا جنب بعض كلمة السر نقدر. بقول جديد وانت تقول قديم، اسمع كلام معلمين. احنا ديونس ده يا مستمعين على راديو 90 90. الجدعنة والبطولة وقت الشدة تشوف الرجولة، ايد في ايد وهتلاقونا عيلة واحدة بس استنونا. الجدعنة ليها ناسها واحنا البلد واساسها، خطوينا وشوشنا متشابهين، انا وانت والسامعين، انا وانت والسامعين. والدنيا صاحبي انت وانا، عمرها ما تكون يا انت يا انا، لا بدونك لا بدينا انما حبك للناس. والدنيا صاحبي انت وانا، عمرها ما تكون يا انت يا انا، لا بدونك لا بدينا انما حبك للناس. بعدنا مش متفرقين، دايما في الخير متجمعين، نوصل لبعيد لو حتى فين بحب الناس. والدنيا صاحبي انت وانا، عمرها ما تكون يا انت يا انا، لا بلونك لا بدينك انما بحبك للناس. مع بعضنا مش متفرقين، دايما في الخير متجمعين، نوصل لبعيد لو حتى فين بحب الناس. جدول حصص في كلام معلمين مع احمد يونس على الراديو 90 90.
مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. جدول حصص الأسبوع ده، شوف هتقدر تفضي نفسك يوم وتروح أي حاجة من الحاجات اللي هنقولها لو تقدر، عشان يعني الفعاليات والحفلات دي بتبقى حلوة جدا يعني لو فاضي. هنبدأ ببكرة يوم الحد الموافق 6 مارس في قاعة النهر في ساقية الصاوي، هيكون في حفل موسيقى روك عربي هتقدمه فرقة ملاكي القاهرة الساعة 7:30 مساء، سعر التذكرة 30 جنيه. أما في قاعة الحكمة بكرة في ساقية الصاوي برضو هيكون في حفل غنائي للفنانة زينب بركات الساعة 7:30 مساء، سعر التذكرة 25 جنيه. بكرة برضو لسه في يوم الحد على المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية هيكون في حفل موسيقي للفنان صبحي بدير والأصدقاء الساعة 8 مساء. بكرة برضو على مسرح الجمهورية هيكون في حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني الساعة 8 مساء. أما عن يوم الاثنين الجاي بعد بكرة الموافق 7 مارس هيكون في حفل غنائي بعنوان يلا نغني بلون أجيالنا، الحفل هيكون الساعة 8 مساء في قاعة النهر بساقية الصاوي وسعر التذكرة 30 جنيه. في مكتبة البلد يوم الاثنين 7 مارس هيكون في حفل توقيع لرواية السرادق للكاتب أيمن شرف الساعة 7 مساء، هيكون في ندوة كمان مع الحفل مع حفل التوقيع لمناقشة الكتاب وهيحضرها الناقد علي عفيفي، والدعوة عامة ومجانية يوم الاثنين 7 مارس في مكتبة البلد. حفل التنورة الأسبوعي في وكالة الغوري الساعة 8 مساء، وسعر التذكرة زي ما احنا عارفين وحافظين طبعا للمصريين 5 جنيه وغير المصريين 30 جنيه. فين؟ في وكالة الغوري. امتى؟ يوم الاثنين الساعة 8 مساء. أما يوم الثلاث الموافق 8 مارس الفنان شهاب حسني يعود من جديد للأضواء بعد فترة غياب كبيرة، وهيكون في عنده حفلة في قاعة الحكمة في ساقية الصاوي، والحفلة هيكون الساعة 8 مساء وسعر التذكرة 30 جنيه. من أشهر الأغاني اللي قدمها الفنان شهاب حسني وكانت في التسعينات كانت أغنية بعنوان نادم. في مكتبة البلد يوم الاثنين 7 مارس هيكون في حفل توقيع لرواية السرادق للكاتب أيمن شرف الساعة 7 مساء، هيكون في ندوة كمان مع الحفل مع حفل التوقيع لمناقشة الكتاب وهيحضرها الناقد علي عفيفي، والدعوة عامة ومجانية يوم الاثنين 7 مارس في مكتبة البلد. حفل التنورة الأسبوعي في وكالة الغوري الساعة 8 مساء، وسعر التذكرة زي ما احنا عارفين وحافظين طبعا للمصريين 5 جنيه وغير المصريين 30 جنيه. فين؟ في وكالة الغوري. امتى؟ يوم الاثنين الساعة 8 مساء. أما يوم الثلاث الموافق 8 مارس الفنان شهاب حسني يعود من جديد للأضواء بعد فترة غياب كبيرة، وهيكون في عنده حفلة في قاعة الحكمة في ساقية الصاوي، والحفلة هيكون الساعة 8 مساء وسعر التذكرة 30 جنيه. من أشهر الأغاني اللي قدمها الفنان شهاب حسني وكانت في التسعينات كانت أغنية بعنوان نادم. دي أغنية الفنان شهاب حسني اللي ليه حفلة بيعود بيها للأضواء بعد غياب طويل، هتكون في قاعة الحكمة في ساقية الصاوي، والحفل زي ما قلنا هيكون الساعة 8 مساء وسعر التذكرة 30 جنيه. عن يوم الثلاث برضو الموافق 8 مارس هيكون في على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية عرض بالي بتقدمه فرقة فلامينكو دي مدريد، هيكون العرض الساعة 8 مساء، عرض البالي الساعة 8 مساء، وأسعار التذاكر 100 150 و200 جنيه على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. ومن الثلاث للأربع الموافق 9 مارس في درب 17-18 هيكون في حفل لفرقة بتقدم أغاني روك بالعربي، الحفل هيكون الساعة 8 مساء وتسجيل الحضور بيكون أونلاين من خلال درب 17-18. في قاعة الحكمة في ساقية الصاوي هيكون في حفل غنائي للفنان أحمد الحجار أخو الفنان طبعا علي الحجار الساعة 8 مساء، وأسعار التذاكر من 35 ل 60 جنيه. يوم الأربعاء برضو الموافق 9 مارس هيكون في حفل زار جديد لفرقة مزاهر الساعة 8 مساء، سعر التذكرة 30 جنيه، وهو هيكون في مكان، ودايما بنقول مكان ده مش بنقول كلمة عامة، لا ده مكان اسمه مكان. يوم الخميس الموافق 10 مارس هيكون في حفل لفرقة هيستيريا وهيقدموا مجموعة من أشهر أغاني أفلام ديزني، والحفل هيكون في قاعة النهر في ساقية الصاوي الساعة 7:30 مساء وسعر التذكرة 25 جنيه. يوم الخميس 10 مارس في ساقية الصاوي.
عن يوم الخميس الموافق 10 مارس هيكون في حفل على مسرح الجمهورية لفرقة المولوية المصرية بقيادة الفنان عامر التوني الساعة 8 مساء، وهيقدموا مجموعة من الابتهالات والأغاني والرقص الصوفي. تاني لمحبي الفنان المبدع عامر التوني، بنفكركم انه هيكون ليه حفل او لفرقة المولوية بالكامل بقيادته طبعا يوم الخميس 10 مارس 8 مساء، وهيقدموا مجموعة من الابتهالات والاغاني والمود الصوفي اللي ليه عشاقه. لا ذنب للعشاق، نسمع منها جزء من اغاني وأعمال عامر التوني. نروح للفنانة الجميلة أنغام، الرائعة أنغام، اللي هيكون عندها حفل في اسكندرية في فندق هيلتون جرين بلازا الساعة 8 مساء، وبيعتبر ده الحفل الأول لأنغام في اسكندرية بعد صدور ألبومها الجديد أحلام بريئة. يوم الجمعة الموافق 11 مارس هيكون على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، هيكون في حفل غنائي لفرقة بساطة الساعة 8 مساء، سعر التذكرة 50 جنيه. فرقة بساطة من الفرق اللي أثبتت نفسها في وقت قياسي في زحمة الفرق الموسيقية، لكن ليهم طابع خاص برغم أن عدد الفرقة بيعتبر كبير، وبرغم وفاة القائد والملهم للفرقة، لكن فرقة بساطة مكملة. وزي ما قلنا هيكون ليهم حفل غنائي الساعة 8 مساء، سعر تذكرة 50 جنيه على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة الجاي 11 مارس. حلنا حال، جزء من أغنية البساطة. فقاعة الحكمة في ساقية الصاوي يوم الجمعة الموافق 11 مارس هيكون في حفل موسيقي للكمان وللفنانة مايا عبد العزيز وعبد الرحمن رشدي. عبد الرحمن رشدي طبعا. الحفل هيكون الساعة 8:30 مساء، وسعر التذكرة 60 جنيه. يوم الجمعة هيكون في حفل كرنفال المعز، احتفالية فولكلورية من نوع خاص في شارع المعز، وهيكون في عروض تنورة وفولكلور ومزمار بلدي وعروض لمسرح الشارع وملابس فولكلورية شعبية. الحفل ده حلو قوي على فكرة. الجمعة الموافق 11 مارس هيكون في حفل كرنفال المعز، احتفالية فولكلورية من نوع خاص في شارع المعز، وهيكون في عروض تنورة وفولكلور ومزمار بلدي وعروض لمسرح الشارع وملابس فولكلورية شعبية. واليوم هيبدأ من الساعة 12 الظهر ويستمر للساعة 10 مساء، والحجز بيكون أونلاين. أخيرا يوم السبت الموافق 12 مارس مسرح الساقية للعرايس هيقدم حفل جديد للفنان الراحل عبد الحليم حافظ في قاعة الحكمة في ساقية الصاوي. الحفل هيكون الساعة 6 مساء، وسعر التذكرة 15 جنيه. ويوم السبت برضه هيكون في حفل غنائي لكورال أطفال غنوة في ساقية الصاوي الساعة 7 مساء، وهيقدموا مجموعة من أشهر أعمال الفنانين الكبار ولكن بشكل جديد، وهيقدموا مجموعة من أغاني الأطفال القديمة والحديثة. ده بالنسبة لجدول حصص الأسبوع ده في كلام معلمين. زي ما احنا معودينكم كل يوم سبت بنستعرض أهم الحفلات والفعاليات اللي ممكن يعجبكم منها حاجة أو يعجبكم منها حاجات كتير تستمتعوا بيها إن شاء الله بحضورها كمان. خليكم لسه معانا في كلام معلمين على راديو 90 هوا مصري. شوية وهنرجع تاني نسمع أغنيتين ونرجع تاني نكمل كلامنا، لكن في حضور الموزع الجميل طارق مدكور. ابدأوا دردشوا معايا، ابعتوا له اسئلتكم وعايزين تسمعوا ايه من اعماله، ودوروا وادخلوا على جوجل واعملوا سيرش وشوفوا الاعمال، لانكم تقريبا مش هتلاقوا حاجه من الحاجات الحلوه اللي احنا بنحبها مش من توزيع طارق مدكور. اجمل الاغاني واقوى النجوم من زي ما بقول لكم من منير، من ايام شجر الليمون وصولا لاحدث اعمال حمائي، كل ده طارق مدكور ليه بصمه فيه. خليكم معانا سنين. كلام معلمين على راديو 90 هواها مصري برعايه مؤسسه مصر الخير وموسيقى حي 90. النهارده انا محتاس مش كداب، انا محتاس حوسه ما يعلم بها لربنا، لان انا معايا مكتبه موسيقيه متكامله. معايا استاذ طارق مدكور وانا عمال اقرا. يعني انا هقول لكم بس قبل ما نبتدي اللقاء، يعني انا لو قلت لكم احنا كاتبين مثلا اغاني على سبيل المثال، على سبيل المثال توزيعات المريال الكحلي، منير، مش جريء، بلح ابريم، ام الخدود، اتكلمي يا مراكبي، شجر الليمون، ليا دنيا الواحد، ده بس على سبيل المثال عشان نروح لحد تاني، محمد فؤاد اسالي، قول لي، في كمان قلنا وريتيني الويل، قرب تعالى وقرب شوف، مشينا، موعداني، ننقل، هشام عباس، ناري نارين اللي احنا تقريبا لازم نسمعها كل يوم، ناوي ايه، مش هين عليا، من الليالي، بالليل تنام العيون، قول عليا مجنون، من الليلة دي نروح لمصطفى قمر، قولوا لي فين حبيبي، الهوا جراح، اهل الغرام، جحا كان ليا يوم حبيب،
طال الليل بعتنا له القمر شغلين باله بنلف نلف الليله دوب عينيك وحشاني منايا حبك نار قلتها هنقول احنا لسه حبايب. هنروح لحاجه ثالثه نروح لحمائي. الالبوم الاول لحمائي يعني الاكتشاف وظهور حمائي كان بقوه وبهذا الشكل في ليله بقى وخلينا نعيش ويا اللي غايب وانا الاوان وما اقدرش انساك واول ليله وبتبعد ليه واديني بدوب. وبعد كده اعمال ثانيه وصلت للالبوم الاخير لحمائي محمد محي نانسي عجرم طبعا سحر عيونه او نص انت ايه قلتني كده اطبطب وبلع معجبة مغرمة اشتكي منه يا سي السيد انا ايه اللي بحبك لسه جاي اقوله بالهداوة ايه اللي جرالي بياع وشاطر اغنية كاس العالم ويفينج فلاج وبتفكر في ايه ومن غيري انا وايه وعمر دياب بقى عمر دياب هقول حاجات مش كتير لان كتير قوي هقول بس كم مثال نروح يعني من البدايات بقى يعني انت ممكن يا عمرنا وفي قبل يا عمرنا كان في ميال اعتقد ولا كانت البداية ايه قبل ما نرحب بس عشان انا محتاج في سنين اللي كنا بنسمعها وهي عاملة ايه دلوقتي وانا اكتر واحد وكان طيب وبعد الليالي وديني رجعتلك ولا ليلة وصدقني خلاص وكمل كلامك وحكايتك ايه وايام بنعيشها وخليك فاكرني والعالم الله وتملي معاك سميرة سعيد يوم ورا يوم ولا بينا حلم وليالي زمان. لا احنا هنقول الحاجات دي في اللي نكمل انا تعبت وليا حق ابقى محتاج وليا حق النهاردة ابقى لحالتي مش طبيعي. منورنا يا استاذ يا فنان يا اجمل موزع في الكون. ازيك يا احمد مساء الخير عليك وعلى الجمهور كله مساء الجمال. انا مبسوط جدا ان انا معايا زي ما قلت انا معايا مكتبه موسيقيه متكامله فان هذا المكتبه دي يعني لازم يعني نحتفي بيها بالشكل اللي يليق بيها بجد. انا معاك للصبح. دايما لما بيبقى في ضيف نبتدي معاه نقول له انت مين وبطاقه حرف ما ينفعش نبتدي البدايه دي خالص. انا بس نبتدي ايه طارق مدكور بدأ ازاي يعني ما شاء الله التاريخ ده ولا انا قلته ده يعني ورقتين من 20 ورقة يعني فبدأ اللعبة دي بدأت امتى في سنة كام وكان طارق مدكور ايه لعبته وفكرته في المزيكا اصلا؟ لا يعني انا بلعب مزيكا من عندي 5 سنين لكن ابتديت العب فرق موسيقية من تقريبا سن 15 سنة ابتديت توزيع وانا عندي 17 سنة كان مع عمرو دياب في ألبوم غني من قلبك ده كان تاني ألبوم لعمرو غني من قلبك من بدايات البدايات كان في عملت معه أغنية اسمها يا ليلى دي كانت لحني وإيش حال الشجرة وإيش حال الشجرة بالظبط كده وبعد كده مشيت بقى الدنيا بيا لغاية ما وصلت عندك هنا النهاردة. لا ده احنا يعني في قمة السعادة. الكلام ده كان سنة 84 يعني أول حاجة أول فبراير 84 نمسك الخشب. طارق مدكور من أشهر موزعين الموسيقيين في الشرق الأوسط رصيد أعماله أكتر من 1500 أغنية وزع لكل مطرب أو مطربة يمكن يجوا في بالك أي حد هتتخيله هتلاقيه يشتغل مع طارق مدكور غاوي مزيكا وسميع هتعرف الأغاني طارق مدكور ليه حته كده معينه والله وانا من كتر ما سمعت اليومين اللي فاتوا بقيت القطها يعني بدات اكتشف ان انا في امل مني. الاغاني اللي بيشترك في صناعتها دايما بتكون علامه عند اي حد زي ما احنا عمالين نقول شويه العلامات دي. هو انسان مخلص لفنه جدا موزع وملحن كمان وانتج وقبل كل دول هو مهندس صوت شاطر جدا يعني هو تقدر تاخد الباكج على بعضها وتقول قدوه لكل الواحد عايز يبقى مختلف ومنفرد في مجاله حتى مش مجال المزيكا بس. يا رب بس يكون المقدمه اللي قلناها يعني تليق بيه. ده كلام كبير قوي عليا بصراحه. احنا هنمشي خطوه خطوه زي ما اتفقنا وقلنا كانت البدايه كانت حلوه مع عمرو دياب ولكن بالزبط. كان عمرو لسه بيبتدي في الاول. كان عمرو لسه في يعني كنا احنا ابتدينا مشوارنا سوا تقريبا يعني. تمام. يمكن هو ابتدى قبل مني بسنه او سنتين يعني وفضلت مع عمرو مده طويله يعني واعمال كتير يعني. يعني على 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 مر السنين احنا مع بعض طول الوقت يعني يمكن الفتره الاخيره بس ما بقناش بنتعاون سوا لكن احنا ما زلنا اصحاب وبنسأل على بعض يعني. انت اتعاملت مع منير يعني انت عارف اللي هو الاقطاب الغناء يعني اللي هي اللي عارف الروس الكبيره بتاعه المزيكا مش في مصر بس ده الوطن العربي كله فكان الكينج طبعا. عرفتوا على بعض ازاي؟ قررتوا تتعاملوا مع بعض امتى؟ محمد منير كان بالنسبه لي يمكن وانا عندي مثلا 11 12 سنه هو النجم المفضل ليا وكنت بحبه جدا نفسي اقابله واشوفه. ولما وصلت للدراسه في ثانوي تقريبا غالبا في اولى ثانوي كان معايا ولد زميلي في الفصل كان جار فتحي سلامه اللي هو طبعا الكيبورد بتاعه والموزع الموسيقي طبعا الكبير جدا. عرفت اوصل لفتحي وابقى صديق لي واتعلم منه كتير قوي بصراحه يعني هو اول واحد واكتر واحد علمني مزيكا. وعن طريق فتحي عرفت محمد منير
كان بالنسبه لي حلم طبعا. وبعد كده اللي هو الكينج بقى مش في بدايته، لا كان محمد منير اسم يعني محمد اسم اثبت نفسه للجمهور خلاص. لا كان يعني كان محمد منير في الوقت ده هو عمرو دياب بتاع الجيل بتاعنا. صحيح. فبقينا يعني بقيت معاه وعملنا فرقه، يعني لعبت معاه في الفرقه، عملت له فرقه موسيقيه بعد كده، وهو اول واحد وقف جنبي وساعدني ان انا يعني اداني فرصه كبيره جدا. الكلام ده سنه 89 اسند لي ان انا اوزع معاه اغنيتين في البوم شوكولاته، غير ان انا اشتركت مع الفرقه اللي كانت بتنفذ بقيه الالبوم. الاغنيتين دول كانوا من حبك مش بريء وفي حبك مش جريء، والاغنيه الثانيه كان اسمها العماره. مهنه الموزع الموسيقي، علشان يعني على قد تعريفي ليها، ولو حضرتك يعني تصحح لي المعلومه، الموزع هو اللي بيعمل كل حاجه في الاغنيه ما عدا الجزء اللي المطرب بيغنيه. بالظبط. صح كده؟ يعني الحته اللي المطرب بيغنيها دي ده التلحين. لكن ما دون ذلك بدايه المزيكا والمزيكا بين الكوبليهات مثلا، الاغنيه بتقفل ازاي، الالات متوظفه فين، كل ده الموزع الموسيقي. بالظبط. وكمان ممكن تقدر تعيد ترتيب اللحن نفسه، يعني ممكن تبتدي يعني ايه اعيد ترتيب اللحن؟ يعني اللحن مثلا ممكن يبقى جاي الجزء مثلا، هو مثلا لو قلنا ان هو في A و B، الجزء الاولاني والجزء الثاني متقسمه، ممكن تقلب الاجزاء لو انت شايف ان الموضوع احسن. يعني تقدر برضو طبعا باذن الملحن، وبنبقى قاعدين كلنا مع بعض زي ما بيقولوا الورشه. يعني بالظبط كده. يعني بنبقى قاعدين مع بعض وبيبقى في اقتراحات بقى ان ممكن نجيب دي مكان دي ممكن. يعني طيب الفرقه كان اسمها اللي بدات بيها كان اسمها ذا هامرز، صح كده؟ بالظبط. كانت مين ايه، كانوا كنتوا مودكوا ايه في المزيكا؟ لان الفتره بتاعت الثمانينات دي كانت فتره الفرق، وكانت كل فرقه واخده مود، في اللي واخده الطابع الغربي شويه وفي الشرقي، وكان في مثلا فنان عمار شريه كان عامل فرقه الاصدقاء، وكان في المصريين، وكان في الجيت. يعني انتوا كان لا احنا كنا صغيرين كنا بنلعب كفر ميوزك، يعني كنا نلعب اغاني اجنبي معظمها روك وحاجات زي كده، بيتلز، بي جيز، مايكل جاكسون كده، يعني وات ايفر كان ايه اللي هو الناجح وقتها او الاغاني اللي موجوده وقتها. يعني انت على ذكر مايكل جاكسون، انت قابلته شخصيا؟ ما ينفعش يتقال كده واسكت. ما ينفعش تستغل كده. طب يعني انا مش بقول لك قابلت احمد يونس. كانت مترتبه ولا لا؟ لا خالص، خصوصا ان انا عارف انه كان حاجه انت حاببها يعني. طبعا بالنسبه لي مايكل جاكسون ماي ايديال يعني. ف بالصدفه يعني كنت في لندن، الكلام ده في 2009 مارس 2009، كنت في شركه بتاعت اللي بتعمل ميكسرز اللي بنشتغل بيها، كنت بتفق على ميكسر جديد للاستوديو عندي، وبالصدفه عرفت ان هو كان موجود بيعلن عن الحفله اللي كان المفروض يعملها في شهر اللي ما عملهاش، اللي هو مات قبليها. الكلام ده كان قبل ما يموت بثلاث اشهر بالزبط. اللي هي المفروض اللي كانت الجوله او الحفله العالميه اللي كانت بعد توقف كتير جدا. بالظبط. فهو في الوقت ده قابلته هناك يعني بالتنسيق مع الشركه بتاعت الميكسرات دي اس اس ال. طيب نرجع تاني في فكره في الفن في مصر، يعني دايما الواحد لما بيشتري السي دي او زمان بقى الشرايط، كان يمسك الكفر بتاع الغلاف الشريط ويشوف كلمات والحان، وكلمه توزيع ما كانش بيلتفت ليها شويه، وخصوصا كان في فتره كان دايما تلاقي الشريط من اوله كان مكتوب توزيع حميد الشاعري، كانوا مش فاهمين حاجه. وبعد شويه دكتور اشرف عبده، وبعد يعني فهل المصري او في الوطن العربي واصل للناس دور الموزع قوي حاليا ولا لسه شويه؟ لا واصل جدا طبعا. لا انا بقول للجمهور مش في الوسط. لا للجمهور. لا في الوسط ما دوره موجود طول الوقت، لكن تمام. بالنسبه للجمهور اعتقد الموزع بيفرق معاهم كتير، وعارفين طبعا. يعني في النهارده الحمد لله عندنا موزعين كتير كويسين واسامي كتير ناجحه وعامله علامه كويسه في المجال بتاعنا. احنا هنسمع المريال الكحلي. في اي حاجه فاكرها من يعني انا برجعها كان عارف ذكريات كتير، ولكن الاغنيه دي اغنيه باقيه، تسمعها دلوقتي تخلي الناس تقوم تتنطط والناس ترقص عليها. ففاكر كان منير ليه طلبات معينه في الاغنيه لما جاء، كلماتها حلوه وقال المريال الكحلي كلمات صلاح جاهين طبعا. وكان الاغنيه دي بالصدفه احنا اخترناها، كنا في الاستوديو بننفذ الالبوم، وكان ملحن الاغنيه موجود في الاستوديو بيعملها لنفسه اساسا.
يعني كان بيوزعها لنفسه او بيغنيها، فسمعناها ومنير قرر ان هو ياخدها. ما كانتش بتاعت منير في الاول؟ لا. حلو المعلومه دي. طب كانت بتاعت مين؟ حد معروف ولا ما كانش يعني هو مش هسول. لا خلاص هي مش من نصيبه. بس انا مش متوقع انها يعني، لا هموت واعرف مين هي غير منير. طب تعالى نسمعها واقنعك تقول بعد ما نرجع. كلام على مين؟ على راديو 90 وفقرتنا موسيقى حي 90، فيعني حضور المبدع الاستاذ طارق مدكور. وبص هي الرسائل كلها بتنحصر في نقطه واحده، وهنقرا شويه حاجات كمان. هو ايه اللي ما وزعتوش ما شاء الله يعني، فهندور على حاجه ما وزعهاش نتكلم عنها دلوقتي. فكره ان انت تلحن، انت تجربتك في التلحين بتعتبرها غنيه ولا مقل شويه؟ لا انا بالنسبه لي انا محتفظ بحته التلحين دي كهوايه. تمام. يعني انا موزع بروفيشنال لكن ملحن هاوي. لما بيبقى نفسي الحن، عندي فكره عايز اقولها او احساس عايز اطلعه، ساعتها بلحن. لكن غير كده يعني اللي هي نوادر يعني، لما يعني بتبقى حاجه معينه هي دي. بس الحمد لله يعني كل اللي لحنته يعني توفقت فيه يعني. هنتكلم عن الحاجات اللي انت لحنتها تحديدا. ولكن عمرو دياب زي ما كنا بنقول المشوار ما شاء الله طويل، وخدتوا جوائز مع بعض. مثلا الالبوم يا عمرنا كان فيه الاسطوانه البلاتينيه وجائزه احسن موزع موسيقي عن البوم تملي معاك. تملي معاك كان معظمه من توزيعك كله؟ لا اذا ما كانش كله، كله. بالكامل بالكامل. اكتر واحد توزيعك كله عمرو حصل. الالبوم قصدي مش الاغنيه، الالبوم كله برضه توزيع. والالبوم ده حصل طبعا على الجائزه العالميه، كنا ميوزك اول. عمرو حصل عليها نور العين في الاول، وبعد كده حصل باغنيه كانت حبيبي ولا على باله، صح كده؟ بالظبط كده. شغله مع عمرو دياب متعب بس ممتع. متعب. متعب بس ممتع. متعب بمعنى ايه؟ بمعنى ان عمرو مش اي حاجه بيوافق عليها ولا؟ لا خالص. ولا زي ما بيقولوا بالبلدي محسوك. لا 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 مش 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 المشكله، مش مشكله عمرو، مشكله ان انت بتبقى شايل مسؤوليه كبيره، بتبقى عايز تعمل حاجه يعني تعجب الناس وتبقى احسن من اللي قبل كده. فانت كل مره بتعلي الليفل على نفسك يعني، لما كل ما بتعمل البوم وبينجح انت بتبقى محتاج تعمل حاجه احسن منه. فبيبقى اصعب. ألبوم كامل كلامك كان مكتوب على الكفر رؤية فنية عمرو دياب وطارق مدكور. يعني إيه رؤية فنية؟ يعني إحنا فهمنا التوزيع الحمد لله، عايزين نفهم يعني إيه رؤية فنية بقى. رؤية فنية يعني اللي هو الأشكال الموسيقية للأغاني، زي ما قلت لك ممكن إعادة ترتيب اللحن، أفكار في النص، يعني الرؤية العامة للألبوم يعني هيبقى الألبوم ده هيطلع شكله عامل إزاي، رايحين في أنهي اتجاه، كل الكلام ده. طارق مدكور هو صانع نجوم محمد حماقي. أنا أتوقف عند المحطة دي شوية، لأن نجم ما شاء الله محمد حمائي دلوقتي من نجوم الصف الأول. طبعا. وكان حمائي في البدايات قبل الألبوم بتاع خلينا نعيش أصلا، حمائي احنا كنا بنسمعه في أغاني زي ما يقولوا كده ألبومات زمان، الكوكتيل والحاجات دي والتجارب في الأول، وكان إعادة أغاني سيدة فيروز مع حميد، كان مغني سألتك حبيبي مع حميد. فاحكي لنا بقى بداية ظهور النجم حمائي. هو انا اتعرفت على حمائي سنه 95، شتا 95، وقعدنا تقريبا 7-8 سنين لغايه ما نزل الالبوم الاولاني. ليه المده دي كلها؟ في الاول كان انا ما كانش عندي الباور او القدره على التاثير على شركه انتاج ان انا اقنعها بتنتج لصوت جديد. وما كانش فيه الامكانيه ان انت يبقى عندك استوديو على كمبيوتر او كده، ما كان الاستوديو لازم يبقى عندك ميكسر كبير ومكان كبير بيسجل ومكان، يعني الموضوع كان مكلف عشان تعمل استوديو. ففي مرحله بحث عن شركه، وبعد كده كان في مرحله اعداد شخصيه، صناعه النجم زي ما بيقولوا. لان انا كان ما يهمنيش ان انا اعمل البوم كويس وبس، انا يهمني ان انا اقدم فنان ناجح، ده أهم بكتير. يعرف يعتمد على نفسه، يعرف يكمل، والحمد لله يعني هو عمره ما خذلني. صحيح. حمائي يعني حدث ولا حرج. بس لكن وآخر 3 سنين كنا شغالين في الألبوم فعلا، يعني من سنة 2000 قررت إن أنا قلت له خلاص إحنا هنعمل ألبوم بنفسنا، مش محتاجين حاجة من حد.
جبت سيستم البرو تولز كان لسه يعني جديد وقتها، وابتدينا نشتغل قعدنا 3 سنين تقريبا لغايه ما خلصنا ونزلنا في 2003. كان حمائي كنجم في بداياته متفاهم فكره الانتظار الطويل، ولا زي اي حد نفسه يظهر وعايز يعني شايف الوقت في اوقات كده وفي اوقات كده طبعا، يعني في اوقات الواحد بيبقى خلاص نفسه يعني يعمل حاجه او يظهر، عايز اظهر بقى يعني الانتظار طبعا بيبقى ساعات قاتل يعني، بس الحمد لله احنا توفقنا في الالبوم الاولاني كويس قوي يعني. وحصل حاله توقف وبعد كده عدته بقوه يعني باغنيه ولكن الناس حبتها. ف مش هتكلم عن حاله فكره الوقوف لان يعني اكيد لا، بس هو ما كانش يعني ما بيننا وبين بعضينا يعني. ما كانش يعني الخلاف كان لمده اسبوعين يعني، خلاف على خلاف فني يعني مفيش اي حاجه بس خالص. ما قيل طبعا وقتها ان هو يعني ان هو حصل قطيعه. لا 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 خالص خالص، المشكله كانت ان انا كنت في احنا وصلنا 2005، كنت وقتها مشغول في الالبوم بتاع عمرو كمل كلامك، وفي نفس الوقت كان معايا الالبوم بتاع نانسي. فكان كان اهو نص ولا كان ايه بقى؟ لا كان الالبوم اللي بعده اطبطب ودلع. فكان الوقت مزنوق جدا، وحمائي كان يعني الناس مبسوط بنجاح الاول لا المشكله ان الناس كمان بتقول له انت فين، عايزين نسمع حاجه جديده انت يعني، برضو ده بيبقى يعني ضغط على اعصاب البني ادم يعني. فده هنا حصل الكلاش. الكلام ده حصل لمده شهر او حاجه زي كده مش اكتر، لكن رجعنا اتصالحنا. ده خلاف عابر يعني. يعني رجعنا بعد كده اصحاب، وكنا وكنت معاه في الالبوم الثاني وسمعني لما خلص، ويعني يعني ما كانش فيه بعد يعني. حتى في نفس الالبوم اللي احنا حصل فيه الخلاف ده احنا لما خلص انا كنت معاه وسمعته يعني قبل ما ينزل. قررتوا امتى ترجعوا في عمره حبيبي عمره ما جيب؟ احنا بنفكر نرجع من زمان، بس مش ما كناش لاقيين حاجه نقدمها يعني مقتنعين بيها. يمكن الالبوم اللي قبله اشتغلنا عملنا اغنيتين بس ما خلصوش يعني. كان في مشروع اغنيتين بس ما ظهروش للنور. يعني كان الكلام بتاعهم اللي هو كان نفسي ابقى جنبه، او هو الالبوم الالبوم اللي قبل الاخير اللي قبل اللي هو اللي فيه اغنيه نفسي ابقى جنبه اسمه مش عارف. انا ما بحفظش اسامي الالبومات ما هو شغلنا احنا اللي المفروض بتوه في الحته دي شويه. بس عملنا اغنيتين فعلا بس ما كملوش بسبب الكلام ما كانش كامل، وكان لازم هو مرتبط ببعاد نزول فاتاجل الاغنيتين دول. شايف اغنيه واحده كفايه لعوده بعد توقف كتير قوي مع بعض يعني مبدئيا بس؟ طب خلاص يبقى اللي جاي بقى ان شاء الله يبقى بالكامل من توزيع طارق مدكور. لا مش بالكامل بس يعني اكيد في ناس طبعا شركاء نجاح مع حمائي طول الوقت، في توما وفي تميم. فكره ان موزع يمسك السي دي من اوله لاخره يعني ان طارق مدكور كان هو بدايه حمائي معاه او مكتشف حمائي. كان طارق مدكور بيوزع الالبوم باب الانانيه يعني كله بصراحه يعني ان هو بقى انا الموهبه دي بتاعتي وانا اللي عملتها. لا لا خالص، انا عمرو دياب كان الالبوم كله يعني زمان كان كده، كان كل واحد بيبقى مسؤول يعني الموزع مسؤول عن الالبوم. كان حميد بيبقى بيشتغل البوم من اوله لاخره، وانا بشتغل البوم من اوله لاخره مع عمرو مع مصطفى مع واتيفر. كان دايما الموزع بيبقى مسؤول عن الالبوم. بعد سنه يمكن 2003 2004 ابتدى لما ظهر بقى جيل جديد من الموزعين لازم ياخدوا مكان، لازم ياخدوا فرصتهم برضو. فبقى يعني بقى الموضوع شير اكتر، غير ان انا بيبقى يعني في لود عندي، انا ما بقاش عندي القدره ان انا اقدر اشتغل كتير. انا يعني انا بقيت عايز اركز اكتر عشان اعمل حاجه راضي عنها 100%. في وقت انت بتشتغل وما بتفكرش في، انت مش شايف ان انت وصلت لمرحله معينه، فاللي هو انت عندك انتاج كتير طول الوقت. لكن يعني بعد المرحله دي بتقعد تفكر بقى ان انت محتاج تاخد وقتك، محتاج ان انت تنقي الشغل، محتاج انك تبقى مبسوط وانت بتشتغل يعني اكتر من انت عايز تعمل انتاج اكتر. هل طارق مدكور ما بيفكرش في موضوع صناعه النجم مره اخرى؟ شايف ان هو الموضوع ده انا مش لاعب اللعبه دي تاني خلاص، ولا ممكن نعملها تاني؟ لا شغال فعلا اصلا في حاجه ان شاء الله. هنصرح ولا طايل كتمان لسه؟ لا لسه طايل كتمان. طب احنا عايزين نبقى نعرف يعني افتكرنا بحاجه. لا ان شاء الله قريب جدا جدا يعني. طيب مش عايزين اسامي بس مطرب مطربه؟ لا ولا اسمه محمود ولد محمود.
لا بص يا محمود محمود وانا بشاور براسي. طيب تعالى هنروح للبدايه حمائي وبتضحك من الاغاني القويه جدا من البوم خلينا نعيش، نسمعها ونرجع تاني. ابداوا اكتبوا بقى تعليقاتكم واسئلتكم للاستاذ طارق مدكور، واحنا الفقره اللي جايه هنقرا كل اللي انتم بتبعتوه على رقم الرسائل 199 او على صفحتنا على الفيسبوك راديو 99 او على تويتر الهاشتاج بتاعنا معلمين السبت على راديو 99. كلام معلمين على راديو 99 هوا مصري، وضفنا الموزع الاستاذ طارق مدكور، وهنقرا شويه من اللي انتوا بتكتبوه الاستاذ طارق. عايزين يبقى في تعاون تاني مع عمرو دياب. ناس بتتكلم كلها في، يعني معظم الناس بتتكلم على نقطه العوده لعمرو دياب، وبيقولوا اكيد العوده هتكون مختلفه عن اللي فات، اكيد يعني زي اللي احنا عمالين نسمعه، مش هيبقى في حاجه مكرره. مفيش حاجه بعيده عن ربنا عامه. ماشي. في كمان اول اغنيه الحمائي واول سي دي كان حلو جدا، دي من مغرده مصريه. في كمان انا بموت في يوم ورا يوم، الاغنيه دي كفيله انها تغير لي مودي وخصوصا الشبامي، وعايزين نسمع من استاذ طارق مدكور حكايتها ايه. حاضر هنسمع منه. حاضر. في كمان انت اهلاوي ولا زمالك؟ لا ماليش في الكوره خالص. الراجل اشترى دماغه وقال لك ماليش في الكوره، ولا بحبها ولا احب اتفرج عليها حتى، ولا لما يبقى في ماتش خالص ولا منتخب ولا كانوا قاعدين بيتفرجوا على ماتش وانا ماليش دعوه بيه، ولا تعرف مين اللي بيلعب اصلا. لا عرفت ان الاهلي وكسب غالبا، مش كده؟ لا ما اصل انا وانت دي مع بعض، بس انا يعني لما يبقى اهلي وزمالك بيلعبوا اتابع، لكن والمنتخب مثلا يعني. في طيب من على صفحتنا على الفيسبوك، انا مش لاقي اغنيه انت ما وزعتهاش الحقيقه ياسر. في كمان ما فكرتش تعمل اعاده توزيع للاغاني اللي ادمت شويه بالشكل الجديد ده؟ مصطفى بيسال. يعني ما فيش وقت، والاحسن الواحد يعني يستغل وقته في انه يعمل حاجه جديده احسن. شكرا استاذ طارق مدكور على الموسيقى والتوزيعات اللي بقت احلى حاجه في بلادنا، من احمد عصام. في كمان حضرتك مثل اعلى وقدوه ليا في المزيكا انا وصحابي، انا من عشاق اعمال حضرتك وبدرس مزيكا وبحاول اوزع، تنصحني بايه؟ ده عبد الرحمن رمضان. اسمع مزيكا كتير قوي على قد ما تقدر. من العالم كله، حوش مزيكا مش مصر بس. لا لا لا، من كل الستايلات وكل الاشكال، قديم وجديد، من اول ما ابتدوا يسجلوا لغايه النهارده. املى دماغك بالمزيكا هتعرف تطلع مزيكا. ماريا الكحلي من اجمل واحلى اغاني الكينج وبحبها جدا، دي توتا. في كمان حد بيسال حضرتك ما تعاونتش مع شيرين بتهادي؟ لا عملت معاها في الالبوم مش الاخير اللي قبله، مش انا كتير اللي قبله. ما انا مش حافظ اسامي. لا تمام. كانت الاغنيه كنت عامل لها اغنيتين اعصابه ثلاجه والثانيه كان اسمها بتحكي في ايه؟ يا ده الاغنيه دي قاتله. استقبلت خبر اعتزال شيرين في الفتره اللي فاتت ازاي؟ كنت متوقع انها حاله وهتعدي ومود يعني نفسي محتاج بس انها يعني تعدي تتجاوز المحنه، ولا صدقت زي ناس وقلت ممكن شيرين تغلط الغلطه وتختفي؟ شيرين مش ممكن تعتزل. كلنا كنا بنقول ده شيرين بتتنفس مزيكا. ما هم قالوا لي لحق شيرين اعتزلت، قلت لهم لا لا لا، يومين وهتلاقوها رجعت. فعلا مش هتقدر، ما تقدرش. ممكن تكون كانت في حاله نفسيه مش مظبوطه، متضايقه او كده، لكن شيرين فنانه من راسها لرجليها، ف مش هتعرف تتنفس من غير فن. صحيح. احنا هنسمع بتحكي في ايه واحنا بنتكلم مع بعض، عشان يعني دي من الاعمال الجميله لاستاذ طارق مدكور. في كمان نانسي بقى القطه بقى جميله الجميلات. نانسي بحس ان هي اغانيها معاك ليها طعم تاني، اغاني الشقاوه بتاعت نانسي كلها طارق مدكور اللي عاملها، وبرده اغاني النكد برده طارق مدكور اللي مش نكد يعني حتى هي لما بتغني اغاني نكد ما بتعرفش تقلب نكد، هي نكدها حلو بصراحه، مش عايزين نكتر كده. عادي. احكي لنا بقى عن التعاون مع نانسي، انتوا بداتوا مع بعض في كان ونص في اول البوم، عملت معاها اغنيه سحر عيونه. سحر عيونه ده قبل كمان تمام. في الالبوم اللي بتاع خصمك ياي سحر عيونه وبعدين الالبوم اللي بعديه كان ونص، وكان في كذا اغنيه، وطول يعني دايما معاها في كل الالبومات على الاقل بثلاث اربع اغاني. نانسي متعبه في التعامل خالص، ولا زي ما هي باين لنا خالص؟ دي يعني من اجمل الناس اللي ممكن تعرفهم في حياتك يعني. اخر حاجه عملتوها مع بعض كان ايه؟ لسه شغالين فيها. شغالين في حاجه جديده.
بنجهز الالبوم الجديد ان شاء الله. لنا حاجه ولا اعتبر نفسي ما سالتش؟ لا لسه ما خلصتش يعني، هو بس خلاص هانت يعني. انت مش عايز تقول حاجه خالص؟ لا بس ترمي لي اي حاجه نطلع بيها احصل. لا يعني هي انا معايا اغنيتين دلوقتي شغالين فيهم، الحان خالد عز، واحده كلام امير طعيمه، والثانيه كلام خالد تاج الدين. لسه مش عارف اسامي الاغاني هيبقوا ايه يعني، انت عارف بنختار الاسم في الاخر يعني، اسم الاغنيه بتختاره في الاخر يعني. شغال عليه، ومفروض انها يمكن اليومين الجايين هتكون في مصر عندها حفله وهنتقابل علشان يبتدي. كان في حفله من امبارح كانت امبارح، بعد بكره اعتقد عندها حفله، غالبا هنتقابل علشان نبتدي نحط الصوت على الاغاني يعني. ان شاء الله. دي نانسي. طب طارق مذكور بقى، احنا بنتكلم في بدايات اغاني في الثمانينات وبنتكلم دلوقتي في 2016. ايه اللي اتغير فيك انت؟ كبرت. لا ما كبرتش ولا حاجه، ده تشوف مش حاجه كان ما شاء الله الراجل لسه مز وصغير. لا يمكن عقلت شويه، يمكن تخنت شويه ممكن. ما تحرقناش بقى، تحرقناش بقى. بس لكن مفيش حاجه اتغيرت فيا يعني، يعني في المجمل لا انا زي ما انا يعني، بحس ان انا عمري ما فنيا نضجت اكيد يعني. لو جبت لك اغنيه من اغانيك مثلا مع حنان، انت اتعاملت مع الفنانه المعتزله من زمان حنان، قلت لك لو هتوزعها دلوقتي هيبقى عليها نفس الطابع والروح بتاعتها في وقتها ولا هتتغير تماما خلاص؟ لا غالبا يمكن هيبقى، ممكن يبقى نفس الطابع بس بكواليتي اعلى، يمكن باصوات اكبر. زمان كانت الامكانيات غير النهارده يعني. بمناسبه الكواليتي ومناسبه الامكانيات، زعلان على حاجات كتير وزعتها ومثلا مش مأرشفها عندك زي ما يقولوا كده دلوقتي؟ الموزع لازم عنده السيشن بتاعت الاغنيه بقى بالمزيكا بتاعتها بصوت المطرب لوحده. لا يعني من سنه 2000 من ساعه ما بقى عندي الاستوديو بتاعي وعندي السيستم البرو تولز بقى يعني كل اللي حصل موجود عندي. احنا بنتكلم في الثمانينات، لكن الحاجات اللي فاتت دي طبعا مش موجوده عندي للاسف. عندي يمكن الميكس الفاينل بس ما عنديش الديتيلز بقى. طيب هنوقف عند دي شويه. ناري ناري. يعني اللي وصف حضرتك ان انت ليك دور في نقلات في حياه المطربين او في مشوار المطربين فعلا ما كدبش. ناري نارين كانت نقله لحق هشام عباس، حتى نقله في شركه الانتاج، حتى في كل حاجه، وفجاه طلعتوا فكره مجنونه ما حدش عملها، راحوا غنوا خليته غني مع واحده من الهند. احنا رحنا الهند اساسا يعني، احنا رحنا. لا احكي لنا الحدوته بقى كلها. مفيش، انا كنت قاعد شغال في الاغنيه وهشام عدى عليا يوم بالليل، انا كنت بركب تراك بيركشن وكنت بيركشن اللي هي الاصوات الايقاعات يعني. كنت مختار اصوات ايقاعات هندي، فهشام ما كانش في فكره ان واحده هتغني. لا خالص، شويه ايقاعات هندي انا حطيتها في الاغنيه يعني، بدور على شكل جديد يعني. فهشام جاب عجبته جدا الفكره، قال لي طب ما تيجي نعمل كده بجد، ما تيجي نروح الهند ونسجل بجد ايقاعات هندي بجد، نحاول نعمل غنى، نعمل اغنيه فيها. قلت له والله فكره هايله. كل ده احنا بنهزر يعني، اللي هو بتشتغلوا بعض. تاني يوم لقيته عامل سيرش على النت وجايب اسامي ناس في الهند ونقدر نتعاون معاهم وكده، وعملنا فعلا عملنا كونكشن ولينك ورحنا فعلا الهند. فجاه لقيت نفسي في الهند وبسجل اغاني هندي. الكوميدي في الموضوع اللي انا اول مره اعرفه ان اللي ظهرت في الفيديو مش هي المطربه اللي غنت مع هشام عباس. لا لا لا، دي موديل. لا ده موديل. دي موديل عاديه. قال لك اللي كانت بتغني مع هشام عباس كانت حاجه كده خالي خميس كده، الجو ده فعلا ما كانش ينفع تطلع في الاغنيه. لا كان شكلها حاجه ثانيه خالص بصراحه. ما هو فعلا اللي ظهرت مع هشام يعني حلوه يعني، مطربه جميله. فقال لك لا هي غالبا في كل الاغاني الهندي بتبقى اللي بتغني حاجه واللي بتمثل حاجه ثانيه. التجربه دي مختلفه جدا يعني. طبعا كانت تجربه حلوه جدا بالنسبه لي، كفايه ان انا رحت الهند، كان يعني بلد ما بفكرش ان انا ممكن اروحها يعني. بس طارق مذكور راح الهند ليه يعني؟ رحتوا ليه عشان تسمع الصوت، عشان اسجل الايقاعات البركشن دي كلها، الايقاعات الهندي في بلدها دي. ما هجيبها منين يعني؟ من هنا يعني. رحنا حتى جبت راجل مسؤول عن تركيبه الايقاعات الهند، لان هناك عندهم في واحد مسؤول بس عن الايقاعات في الاغنيه، فده جاء وركبنا وقعدت بقى اتعلم وافهم ايه الحكايه وبعدين قلنا طب نجيب بنت تغني معانا، فجبنا بنت. طب عايزين كلام هندي، فجابوا لنا راجل يعني شاعر مشهور عندهم قعد بقى. المهم سالنا سؤال عجيب جدا، قال لنا عايزينها بانهي لغه؟ نعم. فقلت له جاي لك هنا، فطلع جوه في لغات، جوه لغات كتير جدا،
فهو اختار له اختار لنا انت بقى يا حاج اختار لنا لغه يعني كومن في الغنى عندهم واشتغلنا بيها. كنت متوقع النجاح اللي مش طبيعي للاغنيه وان الاغنيه تتذاع على وقتها كان لسه القنوات الفضائيه قليله جدا، كان في دريم تقريبا ولا حاجه كده ومكان وكان بقى الفتره المفتوحه للتلفزيون المصري وكانت الاغنيه دي بتتذاع تقريبا في اليوم 20 مره. كنت متوقع الدربكه اللي الاغنيه تعملها؟ يعني انا ما بحاولش اتوقع اي حاجه غير ان انا اعمل حاجه بقى انا راضي عنها في الاول، بعد كده بقى يعني ببقى نفسي انها تعجب الناس بس، فالحمد لله بتعجبهم. كان التعاون مع هشام عباس وبعد كده تعاونتوا بقى في قول عليا مجنون يعني في حاجات تانية. لكن انا اشتغلت مع هشام من زمان برضو ايام امريكانا شو كده يعني. من ايام امريكانا في الاغاني وعليا صالح كان اسمها عليا صح كده. تعالى نسمع حبيبي ده ونرجع تاني نكمل كلامنا علشان احنا عندنا تعاون اخر في الاغنيه دي، الاغنيه دي برضو كانت من الاغاني اللي هي زي ما بقول برضو نقلات حياة الفنانين. سميرة سعيد نقلة تامة مختلفة تماما بشكل جديد من الغنى وبشكل جديد من الفن في يوم ورا يوم، وبعد كده بقى انت تعاونت مع شعب مامي لوحده بقى خطه على جنب لوحده. تعالوا نسمع حبيبي ده او ناري نارين ونرجع عشان نعرف حدوتة يوم ورا يوم. سميرة سعيد شعب موسيقى حي 90 في كلام معلمين على راديو 90 وضيفنا الموزع الاستاذ طارق مدكور، والاغنيه اللي بنسمعها دي اغنيه شيرين اخيرا اتجرأت، والاغنيه دي لها حدوتها ان الاغنيه دي جات لك كنت قلت انا ماليش دعوه مش هعملها. حصل فعلا. ليه؟ الكلام استفزني بصراحه يعني. رفضت الاغنيه عشان كلمات. انا ما احبش واحده تقول لي كده. فبما اني ما احبش واحده تقول لي كده ما احبش واحده تقول لاي راجل كده يعني مش هاخدها، شوفي حد تاني يعملها غيري. مش موافق طبعا. يعني انت ممكن ترفض اغاني عشان كلماتها مش عاجبك؟ يعني مش الاغنيه جايه لك ومعموله فانا هوزعها؟ يعني كما انت بتتدخل في كلمات الاغاني؟ انا يعني يعني احيانا كتير قوي في جزء من التوزيع انا ببقى معتمد على الكلام في ان انا يعني اوصل الحاله بتاعت الكلام دي في لازم تحسه. لازم توصل كمان يعني لازم اعمل يعني بحاول على قد ما اقدر يعني ان انا لو حد مش فاهم الكلام من الموسيقى يفهم على الاقل احنا بنتكلم في ايه، فرحانين ولا زعلانين ولا غضبانين ولا ايه. شيرين تلقت الموضوع منك ازاي لما قلت لها الهزار مش عاجبني يا حاجه الاغنيه دي كلمتها ما ينفعش معايا؟ هزار وضحك طبعا مفيش مشكله يعني، بس يعني انا ما احبش واحده تقول لي كده يعني. لا لا ما اسمحش الراجل المصري شرقي حمش الحقيقه. طيب نروح لدي بقى، والاغنيه دي بقى يعني حكايه، الاغنيه دي فعلا كانت يعني عارف كل فنان دايما بيقولوا كده ان هو بيبقى ليه نقطه اعاده انطلاق، يعني بيبقى ناجح جدا وكل حاجه. طبعا سمير سعيد مشوار يعني ناجح على كل الاصعده، ولكن يوم ورا يوم اللي هو ايه سميره بشكل جديد واستمرت على اللوك ده المختلف شويه وكل شويه بتجدد نفسها. احكي لي بقى الحدوته بتاعت يوم ورا يوم. كان في فكره ان يحصل ديو ما بين سميره وشاب مامي. جات لك الفكره؟ الفكره اصلا جايه جاهزه ان سميره يعني كان مامي. كان استاذ محسن جابر هو عالم الفن منسق الموضوع يعني. ف بالنسبه لي كانت فكره حلوه جدا، انا بحب شاب مامي جدا ونفسي اتعاون معاه، فكان بالنسبه لي فرصه. وعمرو مصطفى عمل لحن حلو جدا، وخالد تاج الدين كتب كلام حلو، ف الاغنيه كانت اوريدي مستفزه يعني. بس ف وحصل حتى انا فاكر وقتها سميره غنت الاول قبل ما مامي يجي، وبعدين جاء مامي غنى. فانا زي ما تقول استفزيت سميره يعني، قلت لها بصي بقى انا عايزين نغني غنى بقى كمان زي مامي واحسن. فيعني سخنت يعني خليت الاثنين يسخنوا يعني عشان يدوني احسن بيرفورمانس، انا عايزه احسن اداء انا عايزه يعني. فالحمد لله توفقت في ان انا اطلع منهم حاجه فيها ويلينج يعني كل واحد عايز يعمل احسن معاه. الاغنيه طلعت حلوه، والفيديو بتاعك هي كانت اخراج شريف صبري دكتور شريف صبري فخرجت مختلفه وكسرت الدنيا. في الفتره دي كان في اللي تمنيته لنوال الزغبي وكان في لو بينا ايه لشيرين وجدي، هو كان في كام فيديو كده منتشرين في الفتره وكان دي كان في منايا مصطفى قمر تعال ناخدهم حاجه حاجه. ناخد اللي تمنيته، او قبل ما ناخد اللي تمنيته سميره نزلت كوبي من الاغنيه بصوتها لوحدها. انت كنت موافق على الفكره دي او لما عرفت الموضوع ده؟ هي كانت عشان تستلم الجائزه تقريبا. بالظبط، هي كلمتني انا اللي عامل كوبي دي برضه، ما هو السيشن عندي انا. فكان عندها استلام الجائزه فهتطلع على الستيج لوحدها طبعا، فلازم تبقى الاغنيه بصوتها لوحدها. عجبتك بصوت سميره لوحدها ولا حسيت انها ناقصها حاجه؟
لا ما لانك انت سمعتها بطريقه في الاول فانت خلاص بقت يعني موجوده في مخك في تفكيرك بالشكل ده. لما تسمعها ناقصه حتى اكيد هتحس ان في حاجه ناقصه يعني. تمام. لكن لو كانت من الاول بصوت سميره بس كانت هتبقى برضو حلوه يعني. طيب نروح للي تمنيته ده، كان بدايه تعاون مع نوال ولا كان في قبل كده؟ لا كان في قبل كده اغنيه او اغنيتين. طيب في الالبوم الأبل. احكي لنا عن اللي تمنيته وبعد كده نروح لشيرين وجدي بقى، لان شيرين وجدي اللي لو بينا ايه دي اصلا اللي هو احنا مش بنقول بقى فنان وبيعاد اكتشافه، لا شيرين كانت وبعد كده حصل انفجار بلو بينا ايه. نبدا بنوال الزغبي، تعاون مع نوال الزغبي. نوال فنانه كبيره طبعا، انا ليها قيمتها وليها محبيها ومريديها بالتأكيد. فالتعاون مع النجمه نوال الزغبي كانت تجربه حلوه جدا، واحنا تعاوننا مع بعض في حاجات تانية بعد كده كمان، بس يعني نوال من الشخصيات اللذيذه جدا، ويمكن ناس ما تعرفش عنها ان هي يعني بنت بلد جدا ودمها خفيف وجدعه يعني، غير انها فنانه يعني قويه ومغنيه كويسه يعني. فبتبقى وقت الشغل معاها ممتع يعني. نروح لشيرين وجدي. شيرين وجدي الاغنيه لو بينا ايه، الاغنيه دي برضو كانت في الفتره دي ونجحت جدا، وفي ناس كانت ما تعرفش شيرين وجدي يعني، مع ان شيرين كان ليها اعمال كتير جدا مع حميد وكانت طبعا وليها البومات كامله، كانت عامله مع بليغ حمدي بوابه الحلواني. طبعا كانت بطله في المسلسل. كانت بتغني كمان وبتمثل وبتغني. لكن لو بينا ايه ظهرت شيرين وجدي جديده، شيرين وجدي تانية. عملتوا ايه علشان تخرجوا بالشكل الجديد من شيرين وجدي؟ ولا حاجه. قلنا لها غني احنا يعني اشتغلنا بس يعني هي عارف هي الحاله بتيجي وقتها. انا عايز اقول لك على حاجه، انا قبل ما بخش الاستوديو اشتغل وانا قاعد في البيت عادي انا ببقى شخص تاني خالص. يعني ببقى طارق بس من غير مذكور. حتى اصحابي كلهم عارفين كده يعني، انا في طارق وفي طارق مذكور. ايه الفرق؟ طارق مذكور جوه الاستوديو، لما بقعد بقى يعني عارف بتخش في المود، بتنسى نفسك لغايه ما بتلاقي نفسك طلعت بحاجه انت مش عارف هي طلعت ازاي او ايه اللي حصل بالظبط. لكن بره الاستوديو ببقى شخص طبيعي جدا، حتى بسمع الاغاني وببقى مستغرب زي بقيه الناس يعني. طارق مذكور، بما انك راجل صانع نجوم وبنتكلم عن في محمود موهبه قادمه ان شاء الله، ان شاء الله بتتابع برامج صناعه النجوم ولا مش مالكش فيها؟ يعني من وقت للتاني. ايه رايك فيها؟ خصوصا انها بقت برنامج لكل مواطن يعني. انا بالنسبه لي مش مقتنع بالفكره دي خالص. انا يعني في بدايه البرامج دي انا كنت موجود في لجان تحكيم في اول يعني في البدايات. كان برنامج ايه؟ كان في استوديو الفن. استوديو الفن ده اول برنامج تقريبا لصناعه النجوم. وكان في سوبر ستار. الجزء الاول منه ديانا كارازون تقريبا. الجزء الاولاني اول جزء. لكن بعد شويه صغيرين لقيت نفسي ان انا مش مقتنع بالموضوع. ليه رفض برامج اكتشاف؟ ما ينفعش حد يشوف الورشه، لازم الفنان يتولد نجم. ما لا ينفعش. فهمني عربي. ما ينفعش اشوف حد وهو بيعيط وهو مستني نتيجه حكمه، ما ينفعش يعني ما ينفعش اشوفه هو مستني حكم حد او بيتوسل للناس انها تصوت مثلا، او منهار وبيعيط او كل الحاجات اللي اصل هو انت عارف حضرتك يعني هو الجزء ده هو جزء كوميرشال قوي تجاري بالظبط، اللي هو فكره ان الناس تتفرج ويتفرجوا على حياه المتسابقين يعني. خلينا نروح لستار اكاديمي، ده سكه تانية، ان انت بتعيش مع المتسابق، بتعيش معاه اصلا. غير بقى البرامج التانية. انت رافض ده خالص؟ ما ينفعش. الفنان لازم يتولد نجم، لازم الناس اللي هو ما جيش في يوم من الايام اقول له انا فاكر لما كنت طالب في حياتي. ده اللي تقصده بالظبط كده. يعني لازم تبقى شايفه نجم على طول. انا زي حمائي كده يعني، انا عدى 8 سنين ما حدش يعرف اي حاجه ولا بيشوف اي حاجه. يعني انا قابلت احد المواهب اللي خرجوا من برامج النجوم ما بيحبش سيره البرنامج، بيكرهه وبعدين بيقول لي ذكرياته مش حلوه وبتقلل مني جدا. وبعدين معظم اللي طلعوا ونجحوا من البرامج دي ما حققوش حاجه في الحياه العمليه، لانهم في الحقيقه هم ما علموهمش ازاي يبقوا، هم فوزوهم وسابوهم، هم بيختاروا اصوات. لكن الصوت مش كفايه. المخ مهم جدا، التفكير، الفكر، التصرفات، الظهور، امتى اقول ايه وامتى ما اقولش ايه، كل ده مهم جدا. ما حدش بيتعلم حاجه زي كده حبيبي. ولا على بالي. عارف زي ما تكون بتقطف ثمره لسه ما استويتش. بس هو انت بتقول مش واخد بالك ان انت بتقول حاجه، عارف اللي هو عكس التيار
يعني الموضة دلوقتي هي البرامج دي، واكبر النجوم بيروحوا لجان تحكيم البرامج دي. ماشي، ما هو كله بيزنس، بيزنس لجميع الاطراف يعني. اه بالظبط كده، اللي بيتظلم بصراحة هو المتسابق نفسه. طيب المحطة دي والاغنية دي، هو الالبوم بالكامل كان من توزيع طارق مدكور، لكن حبيبي ولا على باله الاغنية اللي حصلت على الجوائز و احكي لنا عن الورشة بتاعت الاغنية دي الاغنية ايه الالة دي؟ ده صوت سينسايزر يعني، صوت دي حاجه رزله كده ماشيه طول الاغنيه، جهل وحش قوي بس عارف مستفزه. تروح وترجع هو ده المقصود يعني، اغلس عليك شويه كويس يعني النتيجه حصلت. لا الاغنيه دي انا يعني اشتغلتها بفكره الريمكس اكتر. يعني اللي حصل ان احنا سجلنا الكمانجات الفرقه الشرقي كلها بالغنى، اكنها اللي هو التراك نمر 11 اللي نزل في الاخر اللي هو الشرقي المقسوم الهادي خالص زي ما هي. يعني طبلة ورق وكمانجات وقانون، بعيدا عن الحاجات الهاوس والحاجات بعيدا عن ده كله. خدت الموضوع ده كله بعد ما اتسجلت الاغنيه، خدتها واشتغلتها ريميكس. لو انا هريميكس اكيد دي اغنيه شرقي، وانا عندي اغنيه قديمه مثلا ليتس سي لام كلثوم او لعبد الحليم حاجه زي كده، وبعدين انا عايز افكرها. احنا كنا سنه 2001 ساعتها، ففكر بقى سنه 2000 انت عايز تعمل ايه يعني. فسجلتها بالطريقه التراديشنال او الطريقه التقليديه، وبعدين خدتها وابتديت اقصقص واعمل اكني بريمكس اغنيه موجوده اوريدي. الأغنية دي فيها كمية توزيعات يعني ما بين الشرقي والغربي وفي يعني وعمر نفسه غناف الأغنية بيتغير كل شوية. الأغنية دي كانت جديدة على عمر، لأن عمر كان دايما متعود إن هو يخش يعني دايما أول أغنية في الألبوم كانت بتبتدي بصوت عمر أول، ده هتلاقي كل الأغاني دايما بنبتدي على طول بغنى عمر أول حاجة، زي قالت لي قول مثلا الحاجات زي كل حاجة عمرين راجعين. لكن الأغنية دي عاملة زي الأغاني القديمة في مقطوعة موسيقية فيها. الأغنية دي في حوالي دقيقتين إلا ربع مزيكا قبل ما عمرو يبتدي يغني، وده في أول الأغنية، أول أغنية في السي دي. فأنت بتحط سي دي عمرو عشان تسمع عمرو، فبتفضل تسمع أنا قاعد معلقك حوالي دقيقتين إلا ربع قبل ما عمرو يبتدي يغني. فدي هي كانت عمرو كان مش قلقان؟ لا بالعكس، ده هو اللي كان صاحب الفكرة دي في الأول أساسا، إن أنت ما تيجي نعمل ريميكس. ايه اللي يفرق عمرو دياب عن اي حد تاني؟ هو عمرو كان مشكلته ان هو متضايق ان الناس بتاخد الاغاني تبوظها بالريمكسات، فقال طب ما ايه المشكله ان احنا نعمل ريميكس، احنا نديهم احنا الشكل اللي مهما عملوا هيوصلوا احنا لها. نعمل ريميكس من الاول. هي كان دي الفكره يعني. عجبتني الفكره واشتغلت عليها بالشكل ده. يفرق ايه عن عمرو دياب كفنان بقى في التعامل عن كل الفنانين والنجوم اللي اتعامل معاهم طارق مدكور؟ لا عمرو بالذات، بص يعني عمرو اصلا يعني احنا مع بعض من اكتر من 30 سنه 32 سنه دلوقتي، احنا اصحاب ونعرف بعض. ف عمرو بالنسبه لي انا بالذات صاحبي واخويا يعني اعتقد انا ما ببقاش شايفه عمرو دياب، انا شايفه عمرو صاحبي، واعتقد هو برضو بيبقى شايفني طارق صاحبه، مش اكتر من كده يعني. لكن في الشغل بالذات عمرو يعني من الناس اللي هي مجتهده جدا جدا يعني. عمرو ممكن بيبقى اول واحد موجود في الاستوديو واخر واحد بيروح من الاستوديو، طول الوقت موجود، عمره مثلا ما يسيب لك اغنيه ويقول لك عادي عليك كمان اسبوع اسمعها، لا هو قاعد معاك طول الوقت بيشتغل، مقيم وقته كله شغله لفنه وبس، ما بيعملش حاجه تانية في حياته، يمكن الرياضه وفن بس يعني، لا بيخرج ولا بيروح ولا بيجي، يمكن بالكتير ممكن نقعد قاعده كده مع بعض نضحك شويه كده في مكان وخلاص ونروح. لكن هو يعني عارف واهب حياته كلها لفنه ولمزيكته، وهو ده سر نجاحه، غير ان هو طبعا يعني فنان ذكي جدا، فيعني كل العناصر لما بتكتمل مع بعض في شخصيه واحده بيبقى عمرو دياب في الاخر يعني. انت ليك تجارب في مسلسلات بقى، انت عامل ايه؟ وليك تجربه مرجان احمد مرجان. يعني ده مش طرب بقى، حاجه من الطرب. الزعيم عادل امام. الزعيم عادل امام. احكي لنا عن الحدوته بتاعت مرجان احمد مرجان. لا طبعا يعني انا بالنسبه لي كان مفاجاه ان انا هشتغل مع استاذ عادل امام، اسم كبير جدا. طبعا اكبر من اي حاجه يعني. لا بس يعدي قدامك وفي رهبه في التعامل معاه يعني. وهو برضو على فكره نفس التكنيك او نفس الفكر بتاع عمرو دياب، هو راجل برضو واهب حياته كلها للشغل، موجود في يعني لما رحت بقى وشفت
موجود في التصوير طول الوقت، سواء هو عنده شغل او ما عندوش شغل، هو حتى لو المشاهد مش بتاعته هو قاعد طول الوقت. هو طلب يقابلني، يعني هو ايه قال انا عايز اشوف طارق نتكلم الاول قبل ما، فروحت صورته في الاستوديو التصوير. اول حاجه بص لي كده قال لي انت بقى اللي بتقبض بالدولار. انت بقى تعالى لي بقى. عارف بيشقطك على طول، الاول ما تخش كده لازم يخضك يعني. بس لكن كانت تجربه. وبعدين قدام المايك ولا اي احسن مغني موجود والله العظيم، اه بروفيشنال جدا 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 ومندمج في الاغنيه جدا جدا, جدا. فاكر وانت عامل ايه ولا ايه الاغنيه طبعًا. دي كانت اغنيه لعلاء عبد الخالق في الاصل ولا هي كانت تتر مسلسل؟ كانت في الاصل كانت تتر مسلسل كان، وبعد كده عجبت علاء فقال عايز اعملها عمو... آه, هنيدي وهلا فاخر وعلي الدين وصلاح عبد الله وعلاء مرسي. فكره ان انتوا يعني ما اعرفش هيسموه ده استغلال نجاحها فعملنا اغنيه لعلاء عبد الخالق، ولا كانت الفكره ايه؟ يعني حاجه زي كده. التوليفه ان انت كان كل دول بيغنوا بتفرق عن ان يبقى في مطرب واحد بيغني، وخصوصا هم مش مطربين، هم في الاخر كلنا مؤديين يعني. ده الاغنيه دي اساسا انا كنت محتاس فيها جدا، الاغنيه دي لحني على فكره تمام. مش عارف اعمل ايه يعني، معايا الكلام ومفروض هتذاع في رمضان وفاضل 3 ايام على رمضان وانا مش عارف اعمل ايه. هو بتعمل ايه؟ وبعدين كان معايا حمائي ساعتها قاعدين وما كناش لسه يعني كانش لسه الالبوم بتاعه نزل، كنا الكلام ده سنه 98 تقريبا او حاجه او يمكن قبل كده. ده قبل كده مش فاكر، ده في اوائل التسعينات المسلسل ده يعني 96 97 حاجه في الوقت ده يعني. فقعدت انا وحمائي قعدنا فكرنا كده وقعدت اشتغلت ورحنا الاستوديو قبل رمضان بيومين بالظبط. جم المجموعه كلها وواحده واحده غنينا اللي هي اتخلقت يعني اتصنعت كده واحنا في القعده. يعني فجاه ظهرت الاغنيه، فعارف اللي هو شويه شويه لغايه ما وصلت الحانك وتوزيعك كمان. وكانت كلام المخرج شريف مندور. انت عملت اغاني همام في امستردام وصعيدي في الجامعة الأمريكية. حابب التجربة بتاعت ان انا ادخل يعني يبقى ليا توزيعات موسيقية في افلام، وخصوصا ان انت في افلام نجحت جدا، افلام هنيدي القوية جدا، افلام البدايات اللي هي صعيدي يا بدمي انسة وشوكولاتة الالبومات كانت كلها مع صوت الدلتا غالبا يعني في الفترة دي. كانت تجربة ممتعة بالنسبة لي جدا. يعني هي فكرة ان انت تعمل اغاني مختلفة باشكال مختلفة، مش لازم تبقى كلها اغاني طربية، مش لازم تبقى اغاني حب. فكرة ان انت تخرج برا الاطار او تطلع برا الصندوق زي ما بنقول يعني، دي فكرة ممتعة لوحدها يعني. وبعدين هنيدي شخص جميل جدا و متعاون جدا وتلقائي بطريقة فظيعة يعني. يعني انا كنت ببقى سايب المايك مفتوح وبسيبه يقول كل اللي نفسه فيه، وفي الاخر بناخد الكلام ده ونقلت ونحطه في الاماكن اللي احنا عايزينها. طارق مدكور بيحاول يحتفظ بالحاجات اللي زي كده يعني، حاله التجلي بتاعت اي حد بيدخل عنده الاستوديو. طبعا اصل في ساعات بتبقى فيه يعني، انا عايز اقول لك على حاجه، اغنيه مثلا بتحكي في ايه بتاعت شيرين ده التراك الغنى ده تراك الجايد بتاعها. عايزين الجايد ده اللي هو فكرة جايرنا في الاول بتغني زيه بنبتدي وانا ببتدي اشتغل في الاغنيه، غالبا بيبقى المغني بيسيب لي تراك مبدئي يبقى صوته موجود معايا عشان ابقى أشتغل. يعني اعرف اشتغل وانا سامع صوته وعايش معايا يعني. فالمفروض بعد ما بيجي يغنيها بعد ما بتخلص الاغنيه بيجي يغني بقى مره فاينل. هي فيها بقى التفاصيل لما جت شيرين تغني الفاينل تراك كانت بتغني زياده عن اللزوم، الاحساس ما كانش بنفس قوة الجايد الأولاني، كانت سايبة نفسها على الآخر مش بتفكر إنها بتغني. فكان طالع بتلقائية فظيعة. قعدت أسمع عقاري ما بين الفاينل وال يعني بالبلدي كده، أنت خدت الأغنية البروفا. بالظبط خدت البروفا هي اللي طلعتها فيها إحساس وشيرين تقبلها. يعني هي الحلقة أصلا بتيجي في لحظة، يا لحقتها يا ما لحقتهاش. صحيح. فهي الحمد لله ان انا لحقتها مع شيرين في كان احساس عالي جدا في الاغنيه دي بصراحه. المطربين اللي دماغهم ناشفه العينه دي تعرف تتعامل معاه ولا ما بتحبوش؟ لازم يكون مرن ويتقبل الراي وما ينفذش اللي في دماغه وخلاص. يعني ما جربتش بصراحه ان انا اشتغل مع حد مش مرن، بس يعني انا عامه ديكتاتوري. بينفع ده مطلوب؟
احيانا لازم طبعا فعلا. لازم في راي واحد هو اللي سايق في الاخر. ممكن تسمع الاراء كلها وتاخد راي الناس وتفكر في كلامهم، وفي الاخر انت اللي بتاخد القرار الاخير، انت المسؤول عن العمل في الاخر. انا غيام ليك معاها مشوار برضو، بدأتوا مع بعض من ألبوم سيدي وصالك أو اللي سبتها، واستمر التعاون لحد الألبوم الأخير. أنغام زي ما يقولوا عليها ملكة الإحساس، يعني عادي أنغام مايك وزيب أنغام تطلع حسيس بالضبط كده. إيه الفرق بين أنغام وبين أي مطربة تانية تعاملت معها؟ أنغام بتغني بإحساسها مش بصوتها. وده واصل يعني طيب. هي صوتها طبعا عظيم، بس هي احساسها اعلى من اي حاجه، بيضغى على الصوت كمان. انت يعني، وخصوصا لما بنبقى يعني في السيشن بنسجل، هي بتبقى في حته تانية خالص مع نفسها. يعني انا بقولها انت ملبوسه خلاص، بتهرب منكم خالص وتعيش هي في المود بتاعها. جدا جدا مش معقوله يعني. انت عملت في الالبوم انا ساند عليك واهي جات اللي بنسمعها مع بعض، وجنبك مكاني وجنبك مكاني. تعال نسمع جزء من اهي جات ونرجع تاني. ميش. يلا بينا. الاغنية دي كانت في قمرين، كانت الاغنية التانية صح كده؟ بالظبط كده. بصوا يا جماعة ركزوا مع صوت عمرو دياب في الاغنية دي، عشان هنتكلم على الحاجة العجيبة اللي بتحصل في صوت عمرو وهو بيغني، عشان هو ليه حدوتة. استاذ طارق احكيها لها، عشان ليها حدوته يعني، وهنعرف الاختراع ده اسمه ايه، لان هو دلوقتي بيستعمل كتير. ولكن الاغنيه دي كانت سنه ايه؟ كان 95 مثلا؟ 99. تعالوا نسمع الصوت عمرو دي كانت في قمرين مش كده؟ قمرين تاني اغنيه انا فاكر كانت بعد الاغنيه الرئيسيه. ما هذا؟ ما هذا؟ ده الاوتو تيون، ده اللي هو دلوقتي الناس كلها بتغني بيه. الايفكت الاوتو تيون. دلوقتي في المهرجانات كلها. ده المهرجانات. شفت انت عملت فينا ايه؟ ده كان ده يمكن كان اول مره يستخدم في مصر او في الوطن العربي كمان. يعني هي كان قبليها بسنه بالظبط نزل في البوم لمطربه على ما اسمها شير اغنيه بليف. بالظبط كده. وكان ساعتها انا حتى كلنا كنا مستغربين ايه اللي حصل، في يعني ايه الايفكت ده، يعني ايه كان الحاجة. حلو، كان ملفت للنظر. ففضلت ورا الموضوع لغايه ما عرفت الجهاز اللي بيعمل كده واشتريته وتنفذ. يعني اول تجربه لي كانت في الاغنيه دي مع عمرو. حتى كان في موقف لذيذ جدا، بعد ما خلصت الماستر وبعته للاستاذ محسن جابر، فلقيته بيكلمني في التليفون بيقول لي يا طارق الاغنيه الثانيه عند الدقيقه 1:53 في مشكله في الصوت، عمرو صوته بيقلب. قلت له يا استاذ محسن ده يعني افكت جديد، يعني حركه جديده يعني. بس استاذ محسن جابر يعني شخصيه يعني رائعه طبعا، فن حتى يعني حتى النخاع طبعا. اول ما سمع الجمله دي تقبل على طول ان في فن جديد داخل عليه. بس هي ما كانش اتسمع الافكت ده قبل كده، فكان طبعا بالنسبه لهم حاجه يعني لما حاجة راح جاي من بره. هو الفكره ان الشريط راح المطبعه، فالناس اللي في المطبعه افتكروا ان في مشكله في الشريط، فرجعوا لاستاذ محسن. استاذ محسن كلمني فقلت له لا هادي يعني بعد كده قدمتها يعني. لسميره سعيد سنة في الأغنية اللي بنسمعها دي اسمها أنساك ولا تنساني. وبعد كده بقت الناس كلها تعمل بعد كده خلاص بقى يعني الناس كلها بتضرب أوتوتيون وهي ماشيه لحد ما وصل بقت المهرجانات كلها كده بالظبط كده. طيب الأغنية دي هنروح بقى يعني عشان احنا عايز اثبت برضو ان انت في النكد نكد يعني. بعيد الليالي لعمرو دياب يعني جرعة ألام. الأغنية دي حلوة جدا. والألبوم كان كله يعني كنت واخده كله عمرو. كل الشغل مع عمرو. إن أنت تعرف يعني مش تعرف طبعا العفو، أنا حضرتك تقدم للشكل الفريحي جدا زي ما كنا لسه بنقول طبطب ودلع وقهوة نص والحاجات دي، وتيجي بقى حاجات زي كده وحاجات زي خليك فاكرني الهادية وأحبك أكرهك وبعد شوية صدقني خلاص صدقني خلاص. دي الأغاني بقى ندخل لأغاني الأفراح بقى الفيرست دانس بقى إن عشنا بقى على بعترف وصدقني خلاص. توليفه ايه يعني الواحد لما يعني الواحد دايما يتعود على موسيقى يقول لك اصل هو احنا متعودين منه على الحاجات المفرفشه. لا يعني هي انا بص انا يعني انا بشتغل بالاحساس اكتر يعني whatever انت فرحان انت زعلان انت حاسس بايه، يعني هو فكره مشاعر اكتر. فانا ما بحبش نكد عامه يعني انا ما بحبش خالص نكد. لا والله ما بحبش نكد خالص، بس احب الاغنيه اللي فيها
احساس فيها يعني مشاعر سواء حب او زعل او whatever، لكن مفيش الأتامة قوي يعني. ما بحبش الأتامة زيادة على اللزوم، مش سوداوي، ما بحبش الدراما يعني. طب انا هسألك على شوية اسامي كده، وعشان هو ده اخر حاجة يعني، انا عارف ان انا يعني خاقتك. لا خالص بالعكس. لو سألتك عن فتحي سلامة تقول عليه؟ ده معلمي واستاذي. عمار الشريعي؟ عمار الشريعي اكبر من ان انا اعرف اوصفه بالكلام يعني. ده يعني ده واحد من الاسباب اللي خلوني ابقى طارق مدكور يعني، من وانا بسمعه من وانا صغير، ونفسي ابقى زيه، ونفسي يعني اعمل حاجه زي اللي هو كان بيقدر يعملها. فهو ولما عرفته كمان لقيت شخصيه مش معقوله يعني. انا الراجل ده من الناس اللي اثرت في حياتي تاثير كبير قوي يعني. ايمن بهجت قمر؟ ايمن بهجت قمر ابني واخويا وصاحبي وحاجات كتير قوي يعني. ايمن يعني يمكن انا مش اكبر منه بكتير، بس انا يعني انا بحب يعني بحبه اكنه ابني. محمد منير الكينج؟ محمد منير ده خالي. الخال منير ده ده اول واحد امن بموهبتي ووقف جنبي وساعدني، وانا يعني لو قعدت يعني اسد الدين اللي هو عمله لي ده طول عمري مش هقدر اسده كله يعني. حميد الشاعري؟ حميد صاحبي جدا ومنافس قوي، ولكن في نفس الوقت صديق اخوه. محمد حمائي؟ حمائي طول عمري كنت بقول له انت صوتي. انا بعرفش اغني، انت الصوت اللي انا نفسي اقول بيه، صوتي بيخرج من خلالك بالظبط يعني. كده. نانسي حلوة الضحكة دي. لا نانسي دي جميلة بجد، غير انها جميلة، احنا كلنا نانسي جميلة. لا هي محدش يختلف على لا 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 لا، هي من جواها اجمل بكتير قوي من شكلها. هو اللي يبقى حلو ده لازم يبقى من جوا براءة البراءة. مش متخيل هي جميلة قد ايه يعني. عمرو دياب؟ يا الهضبة. عمرو دياب رفيق مشوار، ومن اهم واقرب اصدقائي. نروح لنقطه تانية خالص. طبيخ طارق مدكور. حكيت ان انت طباخ ماهر فعلا ولا بتعك بصراحه يعني؟ لا وبتجبر اللي جايين يزوروك ان هم ياكلوا الاكل؟ لا والله ما بعكش اسالهم. بس لا انا بحب الاكل يعني، مش بحب اكل كتير بس بحب استمتع بالاكل. ساعات ببقى نفسي في حاجة مثلا كلتها في مكان برا في بلد تانية كده، فابتديت واحدة واحدة ان انا طب انا نفسي في الحاجة دي تاني، فابتديت اجرب واعمل لغاية ما يعني بيقولوا ان انا بطبخ حلو. لازم نجرب شوفك. طبعا. اللي جاي ايه؟ ولازم تقول لنا حاجة جاية قريب قريب قوي هنسمعها. اللي جاي نانسي ان شاء الله، انا اوريدي شغالين فيها، ممكن على الصيف تبقى موجودة. في انغام اوريدي ابتدينا يعني، كنا لسه كان في مكالمه ما بيننا النهارده، ويمكن نتقابل كمان يومين علشان نبتدي نقعد نحط الشكل او الخطه اللي هنشتغل عليها الالبوم اللي جاي. في ايه تاني؟ حمائي برضو بنفكر لسه، بنختار شويه حاجات. وفي طبعا الصوت الجديد ان شاء الله محمود هيبقى موجود معنا قريب ان شاء الله. محمود يعني انا شرفت بوجودك معايا، وانا كمان يعني بجد استمتعت جدا، والوقت جري بسرعه، وانت بصراحه كنت يعني الريتم سريع جدا بتاع الحلقه، علشان احنا مش ملاحقين بصراحه يعني. انا زي ما قلت في الاول انا محتاس، ولكن انت ساعدتني الحقيقه النهارده يعني، انت خدتني على اخوانك كده فاهم ازاي. احنا لينا لقاءات تانية ان شاء الله كتير، لان الجعبة مليئة وياما في الجراب يا طارق يا مدكور يعني، فاحنا عارفين ان في حاجات كتير جاية. وخلي الطارق مدكور. خلي الطارق مدكور. نورتنا ونورت كلام معلمين، وحلقة موسيقية حتى النخاع بنكهة طارق مدكور. ميرسي جدا جدا ليكوا ولكل الناس اللي سهروا معنا وسمعونا، واتمنى ان انا دايما اقدم حاجات تبسطهم وتعجبهم ان شاء الله. بشكرك يا استاذ. ميرسي جدا. خليكوا لسه معانا في كلام معلمين، كان ضيفنا الاستاذ طارق مدكور، وزي ما كلكوا خلاص بصرنا بالعشره ان انت مش هتلاقي حاجه حلوه اثرت فيك قديما او حاضرا الا طارق مدكور، تلاقيه
ليه بصمة وعشر بصمات عليه. كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. طيب احنا بقى معانا تلت ساعة في الحلقة، أول تلت ساعة دي يعني بعد الجرعة الموسيقية التقيلة الفظيعة الأستاذ طارق مدكور، وبأننا ختمنا الكلام عن الفاصوليا وعن الأكل. قال لك أنا عامل لأصحابه النهاردة، وأصحابه كانوا موجودين كانوا بيشرفينا النهاردة في الإذاعة، وقالوا الفاصوليا من إيدين طارق مدكور لا يعلى عليها، فاتفقت إن أنا لازم أروح أكل عنده فاصوليا قريب. فأنا هسألكوا سؤال، إيه أكلتكم المفضلة؟ لأن احنا جايبين عدد كبير جدا من الأكلات، وقال لك هناك شخصيتك من الأكلة اللي انت بتحبها يعني، فتعالوا يعني هنديكوا بس شوية اختيارات علشان ما نخرجش عنها، فهتختار من ضمن الحاجات اللي انا هقولها دي اكتر حاجة انت بتحبها. عندنا البيتزا، عندنا المحاشي، عندنا الكشري، عندنا البرجر، عندنا الممبار، عندنا المكرونة بالبشاميل، عندنا الكوارع والعكاوي، عندنا الملوخية والطبيخ، يعني فاصوليا بقى، بانية، مش عارف الحاجات اللي هي كلها فيها تلزيق، عندنا البفتيك والفراخ البانيه، عندنا الرز المعمر بأشكاله الحادق والحلو ومعاه الكسكسي بأشكاله. طيب تاني، أكتر أكلة من دول أنت بتموت فيها إيه أو بتحبها جدا إيه؟ وما تقوليش أكتر من اختيارين، لا شوف أنت يعني لو دلوقتي أنا في الوقت الجوع اللي كلنا هنفترس بعض فيه دلوقتي، لو قلت لك أكلة هتختار إيه أكتر؟ شوف يلا بعتولنا، البيتزا ولا المحاشي ولا الكشري ولا البرجر ولا الممبار ولا المكرونة بالبشاميل ولا الكوارع والعكاوي ولا الملوخية والبامية والفاصوليا، الحاجات اللي هي كلها الطبيخ دي مع بعض في فئة واحدة، ولا البفتيك والفراخ البانيه ولا الرز المعمر بأشكاله. اختار حاجة من دول وبعتولنا على الرسائل بتاعتنا 91.9 او على صفحتنا على الفيسبوك الراديو 90-90 او على الهاشتاج بتاعنا على تويتر معلمين السبت على الراديو 90-90، وقولولنا الاكلة المفضلة من دول عشان هنكرر لكم تفسير شخصيتك من خلال اكلاتك يا باشا، عشان عايزين نخلصه وعندنا تحليل شخصية تاني في من انت، بس نلحق، بس لو ملحقناش بقى نجله للمرة الجاية. تاني، اختار ما بين بيتزا، محاشي، برجر، كشري، ممبار، مكرونة بالبشاميل، كوارع وعكاوي، ملوخية وبامية وفاصوليا ولوبيا وكل الحاجات المطبوخة، ولا بفتيك وفراخ بانيه، البفتيك سكالوب يعني والفراخ البانيه والرز المعمر بكل اشكاله الحادق والحلو. رقم الرسائل 91.9، صفحتنا على فيسبوك راديو 90-90، متواجدين على الهاشتاج بتاعنا على تويتر معلمين السبت على راديو 90-90، والانستجرام راديو 90-90، وتليفوننا 2-18-10-8-66. قول لي لا، سيبك من كل الناس وبنفسك ابدا، اكتب من تاني حكايه، ده كل يوم بدايه، صالح الناس وسامح، عيش لبكره وانسى امبارح، ما تشيلش الهم، افرح واحلم، انسى كل اللي فات وبلاش تندم، صدق نفسك تتصدق، انت السر والمبدأ، اشخط في يأسك ويقول لي كل حاجة ماشية عكسك، مكملين متجمعين بكل اشكالنا والواننا راجعين، مكملين متجمعين بكل أشكالنا وألواننا راجعين، بكرة الأحلام هتكون أيام عشناها بنرسم فيها حقيقة مش أوهام، الدنيا مش أبيض يا سود، دنيا كل الألوان، حطي لوني على لونك نوصل أبعد مكان، كل حلم ولي بداية بس شرط تكون معايا، اختلافنا لما شفنا قلما تبصوا في المراية، احلم ومحقق الفكرة بحلمك تبدأ بكرة لو مهما كان، مستنيك لو هتلحق، كلام مكملين على الرتم، مجمعين بكل أشكالنا وألواننا راجعين، مكملين بكل أشكالنا وألواننا راجعين، مكملين. اختار أكلتك المفضلة من الحاجات اللي قلناها، يا ريت يا جماعة أكلة واحدة عشان التفاصيل كلنا عاملين
كله عمال يكتب والله يونس اسلام بحب الممبار وبحب المكرونه بالبشاميل. طب اختار حاجه واحده عشان تعرف شخصيتك مين فيهم. يعني هتختار ما بين البيتزا وما بين المحشي وما بين الكشري وما بين البرجر وما بين الممبار وما بين المكرونه بالبشاميل وما بين الكوارع والعكاوي وما بين الملوخيه والملوخيه وفئاتها بقى واخواتها، يعني ملوخيه وفاصوليا وباميه ولوبيا والحاجات بقى الزروطه دي الحقيقه يعني، وما بين بقى السكالوب والفراخ البانيه الحاجات اللي هي معموله المقليات دي، وما بين في الاخر الرز المعمر حادق وحلو. مين ما جعش؟ انا جوعت لدرجه ان معدتي وجعتني من الجوع. اولا الاستاذ طارق جواني لما اتكلم عن الفاصوليا اللي ما بحبهاش، بس الناس الضيوف الحبايب اللي كانوا موجودين قالوا والله بيعمل الاكل حلو جدا، فانا بعزمكم وبعزم نفسي يلا نروح الاستوديو ناكل. طيب احنا قلنا تعالوا نشوف بقى شخصيتك من خلال اكلتك. يا صديقي لو انت اخترت البيتزا، انت شخصية بسيطة جدا بتحب تعيش حياتك وتستمتع بكل تفاصيلها. عملي، فيك شوية تناكة شوية. البيتزا يعني شخص منجز سريع، مش عندوش وقت يعني ان هو للتفاصيل المبالغ فيها. يعني بتحب الحياة بشكلها وبألوانها المبهجة. يعني احيانا فيك عيب في شخصيتك انك ممكن تكون اناني، بس بيقولك يعني ده احيانا مش كل الناس، لكن انت شخص بتعرف تسعد نفسك كويس وبتعرف تسعد الناس اللي حواليك. محب للالوان باشكالها كلها، محب لتشكيلة الالوان. مسرحية البيتزا كلها الوان. طب يا عم البيتزاوي المحشاوي بقى، لو انت الشخص الدنيا عندك المحاشي اهم حاجة، انت شخص مكلكع بتحب كل حاجة فيها لف ودوران نوعا ما، متكلف احيانا مش كل الناس بيبقى فيها عقد. شخصيه غامضه طبعا، محشي وملفوف والحاجات دي لازم يبقى فيها عقد. الحقيقه مش دايما بتقول اللي جواك، بتعيش دور اللف والدوران وبتموت موت في النميمه لو انت من اللي بيحبوا المحشي، ولكن بتعرف تحل المشاكل باسلوبك الخبيث، وعندك قدره انك تكون برغم اي حاجه شريره بتعملها لكنك محبوب وسط الناس لو انت المحشي عندك الاكله المفضله. من أنت؟ لو أنت من محبي الكشري، أنت ابن بلد جدا، متواضع جدا، بترضى بقليلك، بتحب التعاون، بتحب روح الفريق، عندك قدرة على أنك تحتوي الآخرين. أي حاجة بتتقدم لك، مش مأكل بقى، في أي موقف في أي حاجة أنت بتوافق وراضي وعندك قناعة، وده شيء بيخلي الكل يحبوك، لدرجة أن بعض الناس أحيانا بيفتكروا أن أنت بتخدعهم، لكن أنت مش خادع ولا حاجة، أنت راجل محب وبتحب الناس وزي ما بيقولوا ابن بلد ومتواضع، والبعض بيسيء انه يفهمك غلط. اجتماعي جدا وملكش في التبذير، بالعكس انت اقتصادي كمان. لو انت من محبي البرجر وهو الاكله رقم واحد عندك، انت شخص عايش الدور ومش عايش عيشة اهلك من الاخر، يعني متكلف. بيقولوا عليك كده بالبلدي، من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله، عايش في دور مش بتاعك، عايش في دور ان انت السوفيستيكيتد، انت الفظيع الشنيع المريع، ولكن لا، انت بتحاول تداري من جوه ان انت شخصية هشة وشخصية يعني بتميل للضعف نوعا ما، لكن انت مش شرير خالص، بالعكس ده انت وافي جدا لصحابك وبتحبهم، ولكن انت بتحب تدي نفسك هالة من بره كده ان انت الشخص التقيل، الشخص الانجلي، لكن انت في الحقيقة المفروض تطلع المشاعر اللي جواك لانك انسان بسيط وما ترسمش الدور من فضلك. الشخص المنباري، الشخص اللي بيحب المنبار، انت شخص شفاف زي المنبار بالظبط، اللي جوه زي اللي بره، مفيش حاجه بتستخبى، اللي في قلبك على لسانك، فضحي، ما بتؤتمنش على سر، اي حد يقولك اي حاجه بتضربها وتطلعها بره، ومفيش مشاكل ان انت يعني تزود وتحبش من عندك، لكن بتعرف تتخطى مصاعب الحياه بسهوله لانك شخصيه مرنه زي المنبار بالظبط، بتحتوي المشاكل وبتقدر يعني تاخد جواك مشاكل كتير وتفضل ساكت ساكت ساكت، لكن يا ويله يا سواد ليله اللي تنفجر فيه. ده بالنسبة لشخصية المنبار. الشخصية اللي بتحب المكرونة بالبشاميل وهي الأكلة الأولى في حياتها، انت مقضي حياتك اهتمام بتفاصيل يعني دقيقة جدا، ولكن ما نقدرش ننكر ان انت شخصية متوازنة، بتحكم قلبك وعقلك الاثنين مع بعض، ما بتقدرش يعني حاجة تغلب على التانية.
بتحب الشكل العام، بتحب المنظره، بتحب الـ 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 الشكل من بره، زي الصينيه بتاعت المكرونه من بره يعني، انت بتحب الشكل الخارجي، بتحكم على الناس يعني لا مش احيانا، في اوقات كتير حكم شكلي ومظهري فقط. محتاج ان انت تتعمق شويه في تعاملك مع الناس، لان الناس مش وش الصينيه بس، لا في جوه لحمه مفرومه وفي جوه حاجات حلوه كتير، بس انت حاول تتعمق في شخصيه الناس اكتر. اللي بيحبوا الكوارع والعكاوي والكرشة والحاجات دي خلي بالك بقى، انت شخصية عكاكة، مش في الاكل لا، في العلاقات مع الناس بتصاحب ده وتصاحب دي وتصاحب ده وتصاحب ده وما بتميزش، وغير وبتتخبط جدا مع الناس وبتلبس في حيطة من كتر ما بتصاحب ده وتصاحب دي، وبترجع بعد كده تندم. ما عندكش المقدرة على الاختيار السليم للشخصيات اللي ينفعوا يكونوا صحابك، بتتدب على وشك زي ما بيقولوا كده، وبتتقلب وبتاخد مقالب في كل واحد والتاني، لانك بتاخد الناس كده يعني كله بتاخده على بعضه كده، تاخد ده ودي ودي، وشايف ان الناس كلها كويسه، وده بيتسم في الشخص العكاك اللي هو لا ينتقي الاصدقاء كما ينبغي ان يكون. اخواننا بقى بتوع الملوخيه والباميه والفاصوليا واللوبيا والسبانخ والحاجات اللي هي زي ما قلنا التلزيقات دي بقى، انتوا يعني محلل الشخصية في من انت النهاردة بيقولك انت بتهتمش برأي الناس فيك اصلا، انت بتتمتع بقدرة من التماسك واللزوجة في حياتك، لكن ممكن الناس تنتقد ده فيك، لكن انت ما بيهمكش كلام الناس، بتتسم بثقة عالية قوي في نفسك. يعني اللي بيحب الطبيخ ده عنده ثقة مش طبيعية، ما بيهمكش كلام الناس، اللي مش عاجبه سوري يضرب دماغه في اقرب حيط، وكلمه يضرب دماغه او جمله يضرب دماغه في اقرب حيط دي ابسط حاجه ممكن تقولها، ده انت ممكن تقوله يعني بالشوز بقى وهكذا. يعني انت من كتر ثقتك في نفسك حطيت لنفسك حواليك حواجز، ما بتخليش حد يفكر يتخطاها، علشان لو حد فكر ينتقدك او يقول لك اي حاجه انت مش هتديله الفرصه، فانت عملت الحواجز وعليتها جدا، فالناس ما بقتش بتقرب منك، الناس شايفاك غامض، شايفاك مغرور، شايفاك يعني الانا عندك عاليه جدا، بيحاولوا يقربوا منك لكن هم مترددين، خايفين من ردود افعالك. اصدقائك مش كتير، لكن اللي موجودين القليلين مرتبطين بيك جدا وما يقدروش يستغنوا عنك، لأنك رأيك بالنسبة لهم رأي ثقة ورأي يعني تقيل، لكن الباقيين بيحاولوا يوصلوا لك لكنهم مش عارفين. المقليات، السكالوب، الفراخ الباني، يعني ليك بقى ايه بقى، اسمع تحليل شخصيتك من أكلتك. شخص بتحب الشياكة والأناقة، الدنيا مش واخدها كده، لا ده انت لازم الحاجة تكون منظمة وعندك تناسق في الألوان جدا، بتحب اللبس ده الشميز ده مع الجاكيت ده أو الكرافات مع مش عارف ايه، والبنات السكارف مع عرفش ايه والإشارب مع عرفش ايه، فلازم يكون في تنسيق شديد جدا. اي حاجه بتبوظ يعني اللي هو جمله المحس او كلمه المحسوك، لو حاجه باظت قليله يعني بسيطه في لبسك ممكن تغير اللبس كله ويروح اللبس في داهيه، بس المهم تخرج في كامل اناقتك. علاقتك مع الناس كمان بالشوكه والسكينه، ما بتتعاملش كده هلهلي، لا انت بتتعامل بتركيز شديد، بتحسب الكلام كويس قوي قبل ما بيطلع منك، الكلمه طالعه عارف الكلمه وهي عارفه سكتها وعارفه رايحه فين، عليك كلام ضرب نار، ممكن تقول لحد كلمه تخليه يتحرق وهو واقف من غير ما تغلط فيه خالص. ده الشخص محب السكالوب والفاني. اخيرا الشخص اللي بتاع الرز المعمر بقى، اللي بيحب الرز المعمر الحادق والحلو، او الحادق والحلو وكل انواعه، والكسكسي برضو في ناس بتاكله حادق وفي ناس بتاكله حلو، تعالوا نشوف تفسيره. للاسف انت تردد بيغلب على قراراتك، ما بتعرفش تاخد قرار غير لما ترجع فيه، ويا ريتك بتاخده، لا ده انت بتفضل متردد 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 متردد. انعزالي شويه، يعني حياتك مش مشاع، لا انت بتحب ان انت تكون منعزل، تحب تعمل حواليك هاله كده، ان الناس تقول عليك ان انت شخصيه غامضه، انت بتحب ده وبتحب الناس تقول عليك كده. انت كتوم، مش سهل ان انت تتكلم او تبوح باسرارك، ده مستحيل بقى موضوع الاسرار، لكن ان انت تفضفض ده صعب جدا وما بيبقاش لاي حد، ما بتثقش غير في الاقارب الدرجه الاولى، وفي الغالب بتبقى ماما. تعرف ان انت احيانا ما بتثقش في رايك في نفسك، وده بيسبب لك انت اصلا مشكله، ان موضوع الثقه في النفس مذبذبه شويه. اللي بيقرب منك ويعرف يكسب ثقتك بيحبك جدا وعمره ما يقدر يستغنى عنك، لكن انت
ما بتقدر تستغنى عنه للأسف سهل، برغم ان هو بيكون مرتبط بيك ومش قادر يستغنى عنك، لكن انت بقى ايه قادر ومقرر ان انت تستغنى عن اي حد في اي وقت بسهولة، فخلي بالك. كده عرفنا شخصيتك من خلال اكلتك في كلام معلمين على راديو 90 هواها مصري. للأسف خلاص يعني كده بنودع بقى، نودع ايه، مش هنموت يعني ان شاء الله عادي يعني ان شاء الله. لكن هنلتقي امتى؟ هنلتقي احنا اجازتنا حد واثنين، ولكن نعود من جديد للقاء يوم الثلاث. ايه ده بعد ما قلت الثلاث لانه يطلع كده يوم الثلاث، يوم الثلاث يوم الثلاث ولا تاني ولا ايه؟ يوم الثلاث، لا خلاص لا مش هنخلص بقى ولا ايه؟ طيب هنتقابل يوم الثلاث الساعه 12. انا مخي ضرب الحمد لله. الساعه 12 بالليل يوم الثلاث يعود كلام معلمين من جديد على راديو 90 برعايه مؤسسه مصر الخير. ثلاث ساعات على الهواء، هريحكم مني يومين. يا رب تستمتعوا يعني، ولكن انا مش مستمتع والله وانا بعيد عنكم يعني، انتوا الحياه من غيركم ما تسواش. اسيبكم مع الجميله الست ورده رحمه الله عليها ولولا الملامه، وبعد كده نبقى مع موسيقى وأغاني حتى صباح اليوم التالي، حتى تعود أو تبدأ معنا إيمان مختار صباح يوم جديد. وبعد كده نستأنف الصباح مع خليل وشيماء إن شاء الله، وبعد كده برامج راديو 90 تستمر وتمتعكم إن شاء الله. كان معكم أحمد يونس وكلام معلمين على راديو 90 ها مصري. اسمعوا لولا الملامة عشان الأغنية دي جميلة. سلام عليكم. الراديو 90 هواها مصر.